يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة النهار في كل مكان، وحلقة جديدة من بلس 90. حلقة النهاردة مهمة جدا. أولا احنا عندنا فقرتين النهاردة في الحلقة بخلاف الانترو بتاعنا، لأن الانترو ده بالتحديد مليان بالكواليس في الأهلي والزمالك، ولما بقول لحضراتكم كواليس يبقى بيبقى احنا جايبين جديد مهم، مش مجرد ان الكلام يكون معاد، لا احنا بنجيب تطورات الوضع داخل الاهلي وبالتحديد الفرقه، وبعد اجتماعات كولر مع الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح في كام معلومه كده مهمه في النادي الاهلي وتطورات مهمه هقولها لحضراتكم. فالجديد بنقوله، وبعد كده هنخش على الزمالك في حاجات جديده برده مهمه جدا على صعيد الفريق الاول لكره القدم داخل نادي الزمالك. فده بخصوص الجزء الاول من الحلقه. الجزء الثاني هينورني ويشرفني بازوكا، واحد من جماهير النادي الاهلي بالمناسبه، واحد من اليوتيوبرز المعروفين جدا اللي سافر مع الاهلي المغرب، وهنعرض لحضراتكم فيديوهات من داخل كازابلانكا لاول مره هتشوفوها. فيديوهات بقى ما قبل فوز الاهلي وتتويجه بالبطوله، وما بعد واثناء كمان المباراه، فهتشوفوا لقطات لاول مره كواليس مهمه قوي في المغرب حصلت من خلال ضيفنا بازوكا اللي هينورنا ويشرفنا النهارده في الفقره الاولى. الفقره الثانيه هي فقره النقد الرياضي، واثنين النقاد الكبار الاستاذ احمد جلال والاستاذ محمد مراد، كواليس اتحاد الكوره، كواليس الاهلي والزمالك، حاجات كتيره كمان هنتكلم فيها. فالحلقه النهارده دسمه قوي، فممكن تلاقي رتمنا سريع شويه عشان بحاول اقول لحضراتكم كل جديد. فخلينا نخش في الموضوع على طول. النهارده في النادي الاهلي كان في بعض الاجتماعات المهمه، تمام؟ انا هبتدي معاك من النادي الاهلي، مش من النهارده بقى، لا من امبارح، لان في ناس كتير ما تعرفش او ما اتكلمتش في ان امبارح كان في اجتماع ما بين الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. والاجتماع يعني كان اللي غالب عليه السعاده والفرحه عند رئيس النادي الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب، طبعا طبعا عند كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. الكابتن محمود الخطيب في الحقيقه يعني مدح بشكل كبير الكابتن سيد عبد الحفيظ، اداله حقه، لان في الحقيقه يا جماعه عشان نتكلم بمنتهى الصراحه يعني الكابتن سيد عبد الحفيظ عامل مجهود كبير قوي، وجمهور الاهلي دلوقتي لما يقعد يتكلم او حد مثلا يفكر يقول لك هو ممكن يحصل تغييرات على صعيد مدير الكره والمنصب ده بالتحديد داخل الفرقه او داخل الجهاز الفني، فممكن حد يجي في دماغه كده يقول لك الله، طب لو مش الكابتن سيد عبد الحفيظ مين هيجي مكانه؟ هيبقى صعب قوي تلاقي اسم يحل محل الكابتن سيد عبد الحفيظ، صعب جدا. ليه؟ سواء بقى انت متفق مختلف على الكابتن سيد عبد الحفيظ، ما ايا كان ايه رايك، لكن الراجل ده ناجح جدا في مكانه. الراجل ده محقق انجازات كبيره قوي قوي قوي. الراجل ده عامل شغل على الصعيد الاداري. وخلي بالك القصه دي والملف ده مش سهل خالص، يعني انت بتتعامل مع قائمه كامله من اللاعبين، بتتعامل مع الجهاز الفني ككل، بتتواصل مع اداره النادي، بتتواصل مع لجنه التخطيط، الموضوع مش سهل. في ناس تقول لك نفسي ابقى مدير كوره، بس هو مش عارف الاختصاصات بتاعت مدير الكوره اصلا بتبقى عباره عن ايه ومليئه بايه وكواليس وحاجات مهمه وتفاصيل كتيره قوي قوي قوي. بصراحه نجح فيها قوي الكابتن سيد عبد الحفيظ. فالكابتن سيد عبد الحفيظ نال اشاده كبيره جدا من الكابتن محمود الخطيب على دوره في او مع الفرقه على مدار الفتره اللي فاتت، بالتحديد بعد فوز النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا هذا العام وهذه البطوله الصعبه. بالمناسبه اللي حضر الاجتماع ده برضو مش بس الكابتن سيد عبد الحفيظ مع الكابتن محمود الخطيب، لا لجنه التخطيط للكره برئاسه الكابتن محسن صالح وعضويه الكابتن زكريا ناصف، وايضا اكيد الكابتن حسام غالي كان موجود عضو مجلس الاداره، وكلام كله كان عن مستقبل الفرقه، وهو ده او هي دي الميزه اللي دايما بتبقى موجوده جوه النادي الاهلي بالمناسبه، يعني اللي هو ايه، الاهلي خد بطوله، الاهلي كسب، عامل موسم ممتاز جدا، لكن في نفس الوقت التفكير في اللي جاي. الناس فرحانه، الناس مبسوطه، قاعده كانت وديه جميله النهارده امبارح بالتحديد في الاجتماع الاولاني، والكلام كله كان على مستقبل الفريق. طيب موقف حسين الشحات ايه؟ طيب تطورات في موضوع حمدي فتحي ايه؟ طيب احتياجات ايه؟ رايحين كله بالتنسيق طبعا مع كولر، لكن دي كانت جلسه اوليه، تمام؟ دي رقم واحد، ده اللي حصل امبارح بالظبط. لكن النهارده كانت جلسه اخرى بين الكابتن محمود الخطيب، وخد مني بقى الكواليس دي بتفصيل مهمه جدا وبدقه شديده. جلسه اخرى النهارده جمعت بين الكابتن محمود الخطيب، مستر مارسيل كولر، والمترجم فقط لا غير. مترجم كولر. الثلاثه دول هم اللي كانوا في القعده في الاجتماع النهارده.
مفيش واحد رابع موجود جوه الاجتماع. الكابتن محمود الخطيب وكولر فقط معاهم المترجم عشان يقوم باعمال ترجمه للكابتن محمود الخطيب. وفي الحقيقه مجهود كبير قوي بيقوم بيه برضه الكابتن محمود الخطيب. بالمناسبه والشيء بالشيء يذكر يا جماعه بالمناسبه يعني. اول واحد بيتهاجم واول واحد معلش يعني في الكلمه يعني معلش يعني بيتقطع واول واحد الناس بتقعد تقول خطيب وانت مش عارف ايه وانت ايه هو الكابتن محمود الخطيب لما الاهلي بيخسر. لو الاهلي خسر ماتش لو الاهلي خسر ماتش مش بطوله في ناس كتير قوي قوي على جميع الاصعده سواء جماهير جماهير طبعا ليهم مطلق الحريه في ابداء الراي طالما ما فيهوش اي نوع من انواع التجاوز طالما بيقيموا او كلام من ده اوكي. لكن على مستوى حتى الاعلامي كل دايما الناس كلها بيبقى عينيها على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي تمام. على اي مستوى من المستويات على مستوى النقد الرياضي اي حاجه اول واحد بيبقى في الوش مين يا جماعه بمنتهى الامانه الكابتن محمود الخطيب. فالامانه برضو بتحتم ان لازم الكابتن محمود الخطيب ده ياخد حقه لازم. مش انت بتنتقده لما يبقى في خساره ماتش تنتقده عشان مثلا في ناس تطلع تقول لا كولر طلب مهاجم انت ازاي ما عرفتش تجيب له المهاجم بعد ما الاهلي مثلا خسر 5 من صن داونز ده انت مش عارف ايه ده انتوا كاداره ده الراجل قالها في مؤتمر صحفي ده 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 بيحصل وما بيحصلش بيحصل. وهي دي ضريبه تواجدك داخل النادي الاهلي ورئاستك لمجلس اداره النادي الاهلي كل الكلام ده مفهوم على فكره. لكن اللي لازم يحصل برضو ان لما الراجل ده ينجح او اي حد في منظومه الاهلي ينجح لازم ياخد حقه لازم تشيد بيه ولازم تقول ان الناس دي عامله نجاحات على كافه الاصعده داخل القلعه الحمراء كافه الاصعده. تيجي تتكلم على الصعيد الرياضي حدث ولا حرج بطولات للفريق الاول لكره القدم عد من بدايه الموسم كل بطوله بيدخلها الاهلي بيكسبها ما عدا كاس العالم يعني تمام وده امر طبيعي. على مستوى النشاط الرياضي فالاهلي تقريبا واخد 90% من البطولات. على مستوى الانشائي فالاهلي السنه دي فتح الفرع الرابع او المقر الرابع ليه في التجمع. فعلى كافه الاصعده الناس جوه النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بينجحوا. فوجب ايه؟ وجب الاشاده ووجب توجيه التحيه لهؤلاء. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان لازم الناس ومش عيب والله ابدا الناس تتعلم من النماذج الناجحه. ما فيهاش اي مشكله، وعلى فكره في نماذج ثانيه ناجحه في مصر اتعلم منها. ما فيش اي مشكله، العيب انك تكابر. العيب انك تقول لا انا اللي صح وانا الكويس وانا اللي عندي الناس هي اللي بتتصيد للاخطاء، لا بص على ارض الواقع، بص شوف مشاكلك حلها، الرساله دي للجميع. فزي ما بتهاجم الناس دي عشان ماتش بيخسروا تمام؟ لا لازم تشيد بيهم. ده الشيء بالشيء يذكر، لكن الناس طبعا دلوقتي عايزه تعرف الكواليس اللي حصل في الاجتماع والكلام ما بين الكابتن محمود الخطيب ومستر مارسيل كولر. مستر مارسيل كولر من المدربين اللي بيهتموا جدا يا جماعه بالاجهزه. الاجهزه اللي بشانها بتطور من امكانيات ومهارات اللاعبين. فده ملف من الملفات اللي تم التطرق ليها بالمناسبه. في كام جهاز كده الراجل طالبهم والاهلي لبى طلبه على فكره وفي اجهزه جايه في طريقها للنادي الاهلي. فهو الراجل بيشتغل على الجوانب التطويريه لبعض المهارات الفرديه. مش معنى كده ان لعيبه الاهلي ما عندهمش مهارات دول ابطال افريقيا، لا بس انا قصدي ايه؟ ان الراجل عايز يزود، عايز يطور، عايز يحسن. وهو ده المطلوب على فكره. دايما الناس تقول ايه؟ تقول المدرب في اي اهلي او زمالك او فرق كبيره زي دي لازم يكون جاي عشان يطور لي اللعيبه. مش عشان هو يجي يحط ال 11 لعيب في الملعب وخلاص يعني. لكن ده جزء مهم من الاجتماع. الاجتماع كمان شهد الحديث عن بطوله افريقيا ومشوار البطوله. واشاد الكابتن محمود الخطيب جدا بذكاء كولر في التعامل مع الظروف الافريقيه وظروف البطوله كلها والعقبات اللي واجهت النادي الاهلي. واشاد بذكائه في التعامل فيما بعد بعض التعثرات للنادي الاهلي على مدار الموسم الافريقي بالتحديد. واشاد كمان بطريقه تعامله مع اللعيبه والجانب النفسي كمان بالتحديد. ففي حاله من الرضا التام داخل النادي الاهلي وعند بالتحديد الكابتن محمود الخطيب عن اداء كولر. وده طبيعي ان يكون في رضا لان الراجل بصراحه محقق كل المطلوب منه.
بمختلف الصعوبات، بمختلف كل الظروف اللي ممكن يتعرض ليها اي مدرب او اي مدير فني او اي فرقه. فدي برضو من ضمن الكواليس اللي حصلت في الاجتماع. لكن برضو الاهم اللي الناس عايزه تسمعه، هل تم التطرق لمستقبل الفريق؟ هنجيب فلان نمشي علان، الكلام من ده حصل، حصل النهارده. وكولر اتكلم مع الكابتن محمود الخطيب في بعض المراكز اللي محتاج فيها تدعيم، واول مركز بيتكلم فيه مستر كولر مع الكابتن محمود الخطيب وهو مركز المهاجم. اهو في عز ما الاهلي كسبان افريقيا، في عز ما معدل الاهداف او معدل احراز الاهداف عند النادي الاهلي جيد جدا، لكن كولر عايز مهاجم بمواصفات خاصه، مهاجم مختلف للفرقه بخلاف بعض المراكز اللي ركز عليها في حديثه وفي طلباته. هو الراجل مجهز تقرير على فكره في بعض التفاصيل المهمه جدا. يعني اتكلم كمان كولر مع الكابتن محمود الخطيب، لان الاجتماع ده كان مرتقب بالمناسبه، اتكلم معاه على بعض اسماء الراحلين، واحنا قلنا لحضراتكم الاسماء من الاخر، قلناهم لحضراتكم من كام يوم فاتوا، الموضوع محسوم بالنسبه لهم، ابرزهم ايمن اشرف، شادي حسين، في مين تاني، في برونو سافيو بره، في اكتر من اسم، يعني دول اللي حاضرين دلوقتي في الذاكره، يعني من اللي انا قلته. اللعيبه اللي انتوا عارفينهم ما بيلعبوش خالص، اللي خارج حسابات كولر هم بره، فالموضوع ده محسوم ومعروف، ووجهات النظر متقاربه بنسبه 95% ما بين مسؤولي النادي الاهلي، مسؤولين عن الكره في النادي الاهلي، وكولر بخصوص الراحلين، بخصوص طلبات اللاعبين اللي يجوا وينضموا للنادي الاهلي. فكولر قدم طلباته والاهلي هينفذ، والاهلي هينفذ عشان المدير الفني طالما دي رغبته، وهي دي سياسه موجوده، يعني دي رغبته هننفذها، انت اللي بتحاسب، انت اللي بتشاد بيك لما بتكسب، انت اللي ممكن تهاجم لو خسرت، انت اللي هتحاسب على المشاريب زي ما بيتقال يعني. فده برضو من ضمن الامور المهمه اللي دارت في الاجتماع. الاجتماع يعني كان جيد جدا، وخطوات مهمه قوي هتحصل خلال الفتره اللي جايه بخصوص التدعيمات الخاصه بالنادي الاهلي. بالمناسبه الاهلي ما تفتكرش ان هو هيجيب 7 و8 و10 لعيبه، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، الاهلي من 3 ل4 لعيبه، لان الاهلي اصلا عنده فرقه بطل، فريق بطل، فالموضوع بالنسبه له تدعيم محدود بس بعناصر قويه جدا، بعناصر قويه جدا. فده امر من ضمن الامور اللي تم التطرق ليها النهارده في الاجتماع. طيب تعالى بقى اقول لك التطورات بخصوص بعض اللاعبين النهارده، في جديد النهارده، في جديد. تعالى نبتدي رقم 1 بحمدي فتحي، واخر التطورات بخصوص رحيله الى الوكره القطر بعد العرض الرسمي الوحيد اللي جه للنادي الاهلي في لاعبيه، وانا جاي لك في تفاصيل اخرى مهمه دلوقتي، خلينا ناخدها واحده واحده، حتى انا كاتبهم قدامي اهو عشان ايه ما انساش حاجه. رقم 1 حمدي فتحي، ايه اللي هيحصل في حمدي فتحي؟ ده حسين يا جماعه، ايه اللي هيحصل في حمدي؟ حمدي دلوقتي الموضوع في تفصيله صغيره هي اللي معطله الصفقه، في تعثر بسيط في الصفقة بس هيتحل. ايه هو القصة؟ ان الوكرة وصل مع النادي الاهلي 3.5 مليون دولار، والاهلي ما كانش عنده مشكلة انه يوافق على 3.5 مليون دولار، لكن لما رجع يراجع العقود بتاعت التعاقد مع حمدي فتحي من انبي، لقى ان حمدي فتحي في شرط او في بند في عقده نسبة اعادة بيع بتصل ل 20%. ده خلى المسؤولين في النادي الاهلي يتمسكوا بال 4 مليون دولار. خلي بالك 20% يعني خمس المبلغ تقريبا، على رقم كبير، رقم محترم. رقم محترم. وده كان شطاره من اداره انبي، كانوا شايفين في حمدي ان هو حاجه جامده، والاهلي اكيد كان شايف في حمدي حاجه جامده عشان كده تعاقد معاه، وهو طبعا حاجه جامده، حمدي فتحي ما شاء الله لعيب في وسط الملعب ممتاز جدا. فالاهلي متمسك بال 4 مليون عشان خاطر البند ده بالتحديد، ما كانش عنده مشكله الاهلي انه يبيع 3.5، لكن هو تمسك دلوقتي بال 4 مليون. وبعض التفاصيل الاخرى الدقيقه جدا جدا اللي في العقد، بعض البنود اللي واقف عندها الاهلي مع مسؤولي الوكره القطر، بس برضه بسيطه ما فيهاش مشكله وهتتحل. نسب رحيل حمدي فتحي الموضوع واخد وقت شويه عشان التفاصيل بتاعت البنود بتاعت العقد، عشان ال 500,000 دولار الفرق في التفاوض، لكن هيتحل وهيمشي حمدي فتحي بنسبه تفوق ال 90%. خلاص كده؟ ادي تفاصيل بتاعت حمدي فتحي اخر حاجه خالص يعني. في انتظار الاهلي دلوقتي، في انتظار القرار النهائي ليه
فرقه الوكره او نادي الوكره ومسؤوليه يعني. تمام، ادي موضوع حمدي فتحي. تعال نخش على الحاجه الثانيه. لحد امبارح البعض بيتكلم في ان الشناوي بينتظر عرض ضخم من الدوري السعودي، بينتظر عرض ضخم من الدوري السعودي. هل الشناوي وارد يجي له عروض؟ طبيعي يجي له عروض، ده احسن حارس في افريقيا، طبيعي فممكن يجي له عروض، لكن دلوقتي مفيش عروض. النقطه ايه؟ النقطه ان الاهلي لو جه عرض لمحمد الشناوي هيناقشه، مش هقول لك لا انا رافض تماما، لا هيناقشه. لو العرض كبير، لو في رغبه عند الشناوي انه يخرج، فممكن الاهلي يناقش. مركز معايا؟ لكن المعلومه الحاليه والمؤكده بنسبه 1000000% ان مفيش ولا عرض النهارده، مفيش ولا عرض رسمي وصل لمحمد الشناوي او غير محمد الشناوي، الوحيد هو حمدي فتحي. تمام؟ فدي برضو حته الشناوي في السكه عشان تبقى واضحه جدا. وده طبعا اللي يعني بالتبعيه خلينا نتكلم على محمد عبد المنعم. يا جماعه مفيش اي عروض لمحمد عبد المنعم، دي المره الثانيه بقولها لحضراتكم او الثالثه يعني. كل الكلام عن محمد عبد المنعم ميديا بس، اعلام بس، لكن ورق ورسمي وكلام من ده مفيش خالص، ولا حتى على المستوى الشخصي. فده بخصوص كمان هذا الملف. طيب حسين الشحات بقى، حسين الشحات ايه الجديد في حسين الشحات؟ وهنا كلام مهم جدا، لان مصر كلها بتسال عن حسين الشحات، ومصر كلها مستنيه موقف حسين الشحات، ومصر كلها مستنيه حسين الشحات هيعمل ايه، عشان هو بصراحه قيمه فنيه عاليه جدا، وتالق وتوهج بشكل كبير، احد اهم العناصر في تشكيله النادي الاهلي طبعا. لكن انا عايز اقول للشحات كلمه، وانا هحكي لحضراتكم الموقف بالتفصيل دلوقتي. عايز اقول للشحات كلمه مهمه جدا. حق النادي عليك يا حسين انك تحسم موقفك، حق النادي الاهلي عليك انك تحسم موقفك. مسؤولي النادي الاهلي شايفين ان حسين الشحات، وعندهم يقين بكده، ان حسين بيناقش بعض العروض اللي جايه له. وانا هقول لك عرض بالتحديد وباسم النادي دلوقتي بالمبلغ. حسين الشحات عنده عرض من ام صلال القطري، فريق ام صلال القطري. حسين الشحات معروض عليه 2 مليون دولار في الموسم، رقم مش رقم عادي، ده رقم كبير ويزغل العينين اي لاعب بمنتهى الامان، يزغل العينين اي حد. بس هو ليه جه العرض الكبير ده لحسين الشحات؟ لان هو فري، فطبيعي طالما هو فري فهيجي له العرض الكبير ده، لان ام صلال اكيد او اي نادي هيشوف ان حسين الشحات فري، فهيجري هيحاول يتعاقد معاه وهو في عزه وهو في اهم فتراته مع كره القدم. لكن لو كان متعاقد حسين الشحات او كان عقده لسه فيه سنه ولا اتنين، كان الاهلي اكيد هيستفيد منه. وانا هنا او عشان كده بقول لحسين فين حق الاهلي عليك. وخلي بالك انا لسه عند كلامي ان نسب تجديد حسين الشحات مع النادي الاهلي اعلى من نسب رحيله حتى هذه اللحظه، لكن كل شيء وارد، كل شيء وارد. ادينا شفنا ابن النادي راح فين، راح بيراميدز. فبتحصل، ممكن اي حاجه تحصل، اي حاجه ممكن تحصل في الكوره. لكن لازم حسين يكون فاكر كويس قوي الاهلي دفع كام عشان يتعاقد معاه. 5,200,000 دولار في اغلى صفقه في تاريخ النادي الاهلي، ما اعتقدش الاهلي هيدفع المبلغ ده تاني في حد، ما اعتقدش. لكن في نفس الوقت دي بعض التفاصيل المهمه حتى هذه اللحظه في ملف حسين الشحات. خد بقى الجديد، بقى الجديد اكتر من اللي انا قلته كمان. يبدو ان التفاوض بين امير توفيق وحسين الشحات وصل لطريق مسدود. انا بقول لك كلام انا مسؤول عنه، تمام؟ يبدو ان التفاوض بين حسين الشحات او بين امير توفيق مدير اداره التعاقدات مع حسين الشحات وصلت مفاوضات لطريق مسدود. لكن في انتظار ايه بقى؟ تدخل الكابتن محمود الخطيب. بالمناسبه الكابتن محمود الخطيب بيسيب كل واحد يشتغل في الملف بتاعه، لكن في بعض الامور كده اللي ممكن لما تتقفل الكابتن محمود الخطيب يحلها. وعلى فكره ده على مدار تاريخه داخل النادي الاهلي، تاريخه الاداري
فعدد كبير من التجديدات لعدد كبير من النجوم الكبار في تاريخ النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب بيتدخل بيحل. في مرات بينجح، مرات كتيره المعظم كان بينجح، مرات قليله جدا كان الامور بتتعثر، وده وارد في التفاوض مع اي حد، ده طبيعي. لكن كمفاوضات ما بين امير توفيق وحسين الشحات وصلت لطريق مسدود يا جماعه. لكن الكابتن محمود الخطيب هو الخطوه الاخيره علشان يجدد حسين الشحات مع النادي الاهلي. لكن انا عايز افكركم بحاجه مهمه قوي، لان الجزئيه دي لازم الناس تكون عارفاها، ان الاهلي وافق على كل مطالب حسين الشحات الماديه. تمام؟ من بدايه المفاوضات. لكن حتى هذه اللحظه اللاعب هو اللي ما بينه وما بين، انا بقول معلومه، اللاعب ما بين التجديد وما بين عدم التجديد والذهاب لام صلاح القطري او احد الانديه في السعوديه. انا بقى براهن على ذكاء حسين الشحات اللي اكيد مش هيفرط في النجوميه الكبيره والجماهيريه العظيمه اللي عملها مع النادي الاهلي. فعشان كده باكد لك ايه بقى؟ باكد لك ان حسين الشحات لو لم يجدد تعاقده مع النادي الاهلي لن يذهب ابدا للزمالك ولا البيراميدز. هيكون خارج مصر. تمام؟ لازم اكد لك على الجزئيه اللي زي دي، لان حسين ذكي، لعيب ذكي وشخصيه مميزه، لكن في نفس الوقت اكيد ذكائه ده مش هيسمح له ان هو يروح زمالك او يروح بيراميدز، لان في الزمالك يقال في صفقه قرن. انا جاي لكم في صفقه القرن اللي بيتكلموا عليها في الزمالك لما اجي اتكلم على الزمالك، فاستنوني يعني. تمام؟ فده موضوع حسين بالكامل بكل تفاصيله عشان تبقى موجوده عند حضرتك تماما. اخر حاجه هتكلم فيها في النادي الاهلي، لو تفتكروا احنا من اسبوعين ثلاثه قلنا لحضراتكم ان الاهلي بيعمل او بيكون فريق كره نسائيه عشان اشتراطات الاتحاد الافريقي والبطولات الافريقيه، وان لازم النادي يكون محترف ولازم يكون عنده فريق كره نسائيه. الاهلي ماشي في الملف ده بشكل جيد جدا، والاهلي كان عمل اكاديميات في فتره سابقه للكره النسائيه، وقلنا لحضراتكم قبل كده ان هيجيب لاعبات صغار في السن، مش هيجيب لاعبات كبار، هو بيكونهم اصلا عشان يكونوا من زي ما اتقال كده ايه، من النادي، منتمين للنادي. تمام؟ مش مصنوعين من بره. فعشان كده هتشوفوا فرقه الاهلي للكره النسائيه لاعبات 17 و18 و19 سنه بالكتير. فالملف ده الاهلي ماشي فيه بشكل كويس جدا. كده احنا قلنا كل حاجه في الاهلي ممكن يكون بيسأل عليها جمهور النادي الأهلي. تمام؟ بخلاف بقى التدريبات النهاردة، بالمناسبة شارك في مران اليوم الشناوي وعبد المنعم وحمدي فتحي، ومش شاركوا في التدريبات بعد ما هم كانوا تم استبعادهم طبعا بالتنسيق مع المنتخب بعد مباراة غينيا عشان ياخدوا راحة، فبعد ما خدوا الراحة شاركوا في التدريبات. لكن السداسي اللي لسه مخلص ماتش جنوب السودان امبارح خدوا راحه 24 ساعه، اللي هم طبعا هاني وياسر ابراهيم ومروان عطيه واحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا. ده بخصوص النادي الاهلي وكل التفاصيل المهمه. طيب تروحوا لنادي الزمالك ولا عايزين فاصل الاول ولا ايه؟ نكمل الزمالك، يلا بينا. في الزمالك ايه اللي بيحصل؟ اولا قبل ما اكلمكم على بعض الامور اللي بتتعلق بلاعبي نادي الزمالك وموقف زيزو وموقف التجديدات، لان في تطورات مهمه، خليني اقول لكم خبر غايه في الاهميه، ان خلاص بشكل رسمي الزمالك نجح في جدوله المديونيه مع الاتحاد المصري لكره القدم، وصلوا لاتفاق نهائي ورسمي بنسبه 100%. لان الزمالك كان ماشي في اكتر من ملف، واحنا قلنا لحضراتكم واحنا دايما بنتكلم في المعلومه، وزي ما قلنا لكم بيتحل ازمه الضرايب. تمام؟ وزي ما تم الاعلام من قبل مسؤولي نادي الزمالك بعد ما احنا قلنا تاكيدا للخبر بتاعنا وانفرادنا اللي انفردنا بيه قبل كده، فكمان نادي الزمالك بشكل رسمي النهارده تم اغلاق ملف تماما جدوله المديونيه مع الاتحاد المصري لكره القدم. ازاي هتتجدول المديونيه؟ ركز بقى معايا. الزمالك مع كل فتره انتقالات هيسدد 15 مليون جنيه للاتحاد المصري لكره القدم. واخد بالك؟ الزمالك هيسدد 15 مليون جنيه مع كل فترة انتقالات. على فكرة دي حاجة إيجابية وتفاوض إيجابي ونتيجة إيجابية لصالح نادي الزمالك، لأن بكده نادي الزمالك هياخد فلوس سيف الدين الجزيري اللي موجودة مثلا في الاتحاد، هياخد بعض المكافآت مش عارف من المشاركة في إيه في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعض المكافآت اللي بتحول على الاتحاد المصري وممكن تحول بعد كده الزمالك، وكده كده الزمالك محجوز على رصيده في البنك. لكن في نفس الوقت قلنا لحضراتكم إن في حسابات بريدية بشكل رسمي خلاص بقت متاحة لنادي الزمالك باعتماد رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة.
فانا التفاصيل والله بتجيب بعضها، واحنا على قد ما بنقدر بنحاول نقول لحضراتكم كل الجديد. الزمالك هيدخل له كمان حوالي مبلغ 150 مليون جنيه من الاشتراكات، ويمكن اكتر خلال الفتره اللي جايه. فلوس الجزيري بالمناسبه اللي هي بتاعت كاس العالم، انا متاسف، بتاعت مشاركته مع تونس في كاس العالم في قطر الاخير، عشان برضو القصه تبقى واضحه. لكن ده خبر سعيد اكيد بالنسبه لكل الزملكاويه. على صعيد لاعبي نادي الزمالك، فالزمالك في ملف بيتقال او في مقوله بتتقال مش بس من امبارح ولا اول، هي صفقه الكارت، لا هي بتتقال من 2018، ودايما بيتقال ان الزمالك هيجيب صفقه قرن، وفي صفقه قرن. بصراحه الزمالك كان قرب جدا من صفقه القرن لما مضى عبد الله السعيد بمنتهى الامانه، ودي ده كان ذكاء كبير قوي من مسؤولي نادي الزمالك. ما استفادوش من عبد الله، فبالتالي ما فيش صفقه قرن، لكن خسروا الاهلي عبد الله، ولم يتاثر الاهلي بغياب عبد الله، لان الاهلي حقق بطولات كتير جدا. لكن في نفس الوقت صفقه القرن المنتظره من 2018 لم تحدث حتى هذه اللحظه داخل نادي الزمالك. لكن مين المقصود، مين المقصود من احاديث البعض من ممثلي نادي الزمالك، سواء اعلاميا او على مستوى المسؤولين او على مستوى السوشيال ميديا، بخصوص صفقه القرن؟ انا بقول لحضراتكم ان في اتجاه كبير جدا داخل نادي الزمالك للتعاقد مع عمر السومه. عمر السومه، وربما تكون دي صفقه القرن بالنسبه لنادي الزمالك. وعمر السومه ده هداف، ده الراجل بيجيب اجوان من قبل ما يلعب، يعني من قبل الماتش كده ممكن يجيب اجوان ما شاء الله، حتى لو تقدم في العمر. لكن لعيب جامد، هداف جبار ما شاء الله عليه يعني. ففي محاولات مكثفه. البعض قال لك حسين الشحات، انا بقول لك مش حسين الشحات، رغم ان كل شيء وارد عشان نبقى متفقين، بس مش حسين الشحات. فطبقا للمعلومات اللي عندنا ان الموضوع ليه علاقه بعمر السومه. قد ينجح نادي الزمالك وقد لا ينجح، وتستمر مقوله صفقه القرن الى فتره اخرى قادمه يعني. فده بخصوص موضوع صفقه القرن. لكن زيزو، ايه الجديد في زيزو؟ زيزو يا جماعه عنده عروض، عنده عروض. بس اللي حصل بالظبط ان كان في احدى الشركات، شركات التسويق، قعدت مع بعض ممثلي نادي الزمالك، بالتحديد ميدو وامير مرتضى بالتحديد يعني، وقالوا لهم يا جماعه احنا ممكن نجيب لكم عروض في السعوديه، وبيتكلموا بقلب جامد قوي يعني، احنا ممكن، ده اجتماع حصل، احنا ممكن نجيب لزيزو عروض في السعوديه لو انتم عندكم رغبه في بيع اللاعب. ماشي؟ فقالوا له طيب لو هتجيب عرض احنا مش هنقبل باقل من 2 مليون دولار. مش هنقبل باقل من 2 مليون دولار. قال لهم ماشي. رغم ان انا بشوف ان زيزو طبعا يساوي اكتر من كده بكتير. طبعا يعني امكانيات ما شاء الله يعني. لكن راح او راحت الشركه دي وممثلي الشركه دي عرضوا زيزو على بعض الانديه السعوديه. كانت المفاجاه ان ما فيش ولا نادي رغب في التعاقد مع احمد مصطفى زيزو، نجم نادي الزمالك واحد افضل اللاعبين في مصر بدون مناقشه وبدون جدال. فالناس في السعوديه رفضوا فكره التعاقد مع زيزو. بالتالي ايه اللي حصل بعد كده؟ زيزو عنده عرض من احدى الانديه التركيه، من نادي تركي وصل لنادي الزمالك هذا العرض، وفي عرض اخر قطري، ده بخصوص زيزو. لكن العرض التركي والقطري اترفضوا من قبل برضه ميدو وامير مرتضى منصور المشرف العام على الكره، اترفضوا. وبصراحه اللي تدخل بخصوص رفض هذا العرض هو الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكره. كابتن عبد الواحد السيد شخصيه قويه قوي يا جماعه، ولايق على نادي الزمالك بمنتهى الامانه يعني. تمام؟ قال لهم يا جماعه لا، احنا مش، احنا عايزين ندعم، احنا نادي الزمالك عايزين ندعم، عايزين نبني فرقه جامده، احنا مش هينفع الوضع اللي احنا فيه، فمش هنروح متخيلين كمان على اهم العناصر الفرقه زي زيزو حتى لو فلوس ايه. فبعد اذنكم اقفلوا موضوع زيزو. ده بخلاف ان كبار اللجنه الفنيه داخل نادي الزمالك اصلا رفضوا مبدا التفكير في التفريط في زيزو، رغم ان زيزو ممكن يكون عنده نيه او رغبه بنسبة ما في تجربة الاحتراف الخارجي ايا كان، حتى لو في الخليج. لكن هو ده الوضع بالتحديد لزيزو. عرض التركي الرسمي اللي وصل لنادي الزمالك اترفض تماما من قبل مسؤولي نادي الزمالك،
وده قرار صائب 100%. ما تكررش تجربة إمام عاشور، ما تكررش تجربة إمام عاشور، أنت اللي خسران. لأن الزمالك مش نادي استثماري. أه في أزمة مالية ماشي، بس الزمالك نادي بطولات. فإنك تفرط في أسماء مهمة أنت الخسران. فده بخصوص ملف زيزو بالكامل. لكن عندي أكتر من جزئية أخرى ليها علاقة بمين بقى؟ ليها علاقة مثلا ب بس عشان أقفل ملف زيزو، كان في موافقة مبدئية من نيدو أمير مرتضى منصور على البيع، بعد كده رفضوا. يعني دي تفصيلة برضو مهمة، وكويس إن هم رفضوا، ده أمر مهم جدا. لكن موضوع فتوح ومحمد صبحي اتكلمت فيه مع حضراتكم امبارح، خلوا بالكم طويل معايا شوية معلش. يعني امبارح قلت لحضراتكم إن في نية داخل نادي الزمالك للتفاوض معاهم للتجديد مع الثنائي. حصل فعلا مفاتحة للموضوع، تم مفاتحة الاثنين يعني في موضوع التجديد، لان عقودهم هتنتهي مع نهاية الموسم المقبل. لكن الاثنين رفضوا حاليا مناقشة هذا الامر، قالوا احنا هنجدد للزمالك، احنا حابين ان احنا نستمر في نادي الزمالك، لكن لسه بدري على موضوع التجديد ده او التمديد بالتحديد، فخلينا نكمل ونبتدي الموسم الجديد وبعد كده نتناقش ونشوف الامور ايه ونتكلم. واحنا كفتوح وكمحمد صبحي ما عندناش اي مشكله ان احنا نجدد لنادي الزمالك، نادي كبير وعظيم بكل تاكيد. ده بخصوص فتوح وصبحي. بخصوص محمود علاء، محمود علاء نادي الزمالك عايزه يرجع. محمود علاء بصراحه اتالق جدا مع الاتحاد السكندري السنه دي جدا. في عصبيه زائده في بعض المباريات بصراحه لازم يتخلص منها، بتكلفه كروت حمراء، لكن في نفس الوقت هو تالق جدا السنه دي مع نادي الاتحاد السكندري. فاسر يطالب ان محمود يرجع، اصابه الونش بتدعم عوده محمود علاء. لكن محمود قال للمسؤولين داخل نادي الزمالك، قال لهم يا جماعه انا منتظر بعض العروض الخارجيه، لو جت العروض دي نناقشها مع بعض، وعندي رغبه ان انا دلوقتي مش قادر اتحمل ضغوط نادي الزمالك حاليا في الفتره الحاليه، او ممكن لسه متاثر بما حدث في السابق وكلام من ده، لكن لو العروض دي مش مناسبه بالنسبه لكم فانا اهلا وسهلا طبعا، اتمنى ان انا ارجع لنادي الزمالك، مفيش اي مشكله. ده كلام محمود علاء مع مسؤولي نادي الزمالك، لكن هو في انتظار بعض العروض الخارجيه. موضوع المسلوسي خلاص حسم، وتجديد العقد موسمين والتوقيع خلال ايام. نادي الزمالك نجح في حسم صفقته الاولى مع احمد ميهوب حارس مرمى المحله الموهوب، بصراحه حارس جيد جدا، وبالتالي في تواصل خلال الساعات المقبله مع اداره المحله لحسم الامر بشكل نهائي، وده طبعا بيمهد لك او بيمهد طريق نحو خروج محمد عواد. الناس تتكلم على موضوع امام عاشور، هل امام عاشور ممكن يجي نادي الزمالك؟ قلت لحضراتكم وحسمت لحضراتكم الموقف، صعب جدا نادي الزمالك يوفر المبلغ اللي هيطلبه ميتلاند في امام عاشور، لكن في انديه مصريه اخرى سواء الاهلي او بيراميدز يقدر ان هو يعمل كده. هتقول لي ما امام بيروح نادي الزمالك عادي، مش مقياس يعني. فده بخصوص امام عاشور. كمان اوباما خلاص موجود مع نادي الزمالك، وفي موافقه من اوسيريو على عوده اوباما بعد الاطلاع على امكانيات اللاعب ومسيرته مع القلعه البيضاء. فالراجل شايف ان مفيش مشكله خالص ان امام عاشور ان يوسف اوباما يكون موجود، واكيد هو اضافه في وسط ملعب نادي الزمالك. كده اعتقد قلت لحضراتكم كل الاخبار اللي ليها علاقه بنادي الزمالك. لكن الفريق طبعا تدريبات النهارده بالمناسبه كان راح 24 ساعه بالنسبه للفرقه طبقا للبرنامج التدريبي اللي حطه اوسيريو، بخلاف طبعا استقرار كمان على استقرار على عوده احمد عيد الظهير الايمن من الاعاره بعد انتهائها مع انبي. فريق الامل في نادي الزمالك، ودي كانت خطوه رائعه شدنا بيها مرارا وتكرارا، عنده مباراه مع منتخب غانا الاولمبي، مباراه وديه، ودي حاجه ايجابيه بالنسبه لنادي الزمالك. طيب هنا جوده، هنا جوده خلاص احنا قفلنا بقى ملف كره القدم واتكلمنا في تفاصيل كتير النهارده او من امبارح. حديث الساعه هنا جوده، النجمه المصريه العالميه اللي ما شاء الله عليها بتفوز بالقاب يعني وهي صغيره في السن، يعني ما شاء الله معجزه زي ما بيتقال في تنس الطاوله، معجزه يعني. عندها مشكله مع الاتحاد المصري لتنس الطاوله، والمشكله ليها علاقه ببطوله افريقيا للناشئات اللي هتقام في المغرب تحت 19 سنه. ايه القصه بالظبط؟ هي هنا ليها مدرب خاص برايفت، هي مستريحه معاه بيمرنها بتاع، هي شايفه ان هو بيطور منها، فهي حابه ان الراجل ده هو اللي يكون معاها، بس هو مش على قوه الاتحاد المصري لتنس الطاوله، تمام؟ فهي عايزه تاخد الراجل ده معاها يسافر في البطوله الافريقيه. الاتحاد المصري شايف ايه؟ ان هو لو وافق على المبدا ده فكل اللاعبات المنتخب ممكن يكون عندهم مدربين يطلبوا ان هم يجوا معاه. فهنا اتحاد الطاوله اتحاد تنس الطاوله قال لك لا كده هنفتح على نفسنا فتحه صعبه جدا. فاعتذرت هنا جوده، فوافق الاتحاد المصري للتنس الطاوله على طلب هنا جوده بالاعتذار عن المشاركه في بطوله افريقيا تحت 19 سنه بالمغرب. طيب خلينا نروح للاستاذ خالد الصالحي رئيس الاتحاد الافريقي لتنس الطاوله وعضو الاتحاد المصري
لنفس اللعبة. يا أستاذ خالد أهلا بيك. أهلا وسهلا، ازيك يا أستاذ أمير؟ نورنا ومشرفنا، أهلا بحضرتك. الله يسلمك، الحمد لله. يعني احكي لنا التفاصيل بتاعت هنا جودة وإيه القصة بالظبط من إيه تو زد عشان الناس تبقى عارفة وملمة بكل التفاصيل. طبعا يعني بس انا عايز اعمل تصحيح بسيط. اتفضل. ان اولا طبعا الكابتن هشام اسماعيل محل تقدير كبير، وهو مش مدرب برايفت، هو مدرب الناشئات في النادي الاهلي. تمام. وهو المعتمد من الاتحاد المصري، طلع مع هنا جوده ومع فريق البنات اكتر من مره في خلال العامين السابقين. وهو احد المدربين المعتمد عليهم في اعداد والمشاركات لفريق منتخب البنات. تمام. على مستوى افريقيا وعلى مستوى البطولات العالميه. اذا الازمه فين بقى كده؟ المشكله ظهرت ازاي؟ يعني هي مش عارف ليه بتتعرض دايما بشكل مش مظبوط. تمام. هو القصه كلها ان لما الاتحاد المصري كان بصدد تشكيل البعثه المشاركه في بطوله افريقيا اللي هتقام في اغادير في المغرب كمان اسبوعين ان شاء الله، وجد ان احنا طبعا في حجم للبعثه ما نقدرش نزيد عنه. يعني في اللاعبين اللي هيلعبوا عندنا مراحل سنيه بنات 19 ولاد 19، بنات 15 ولاد 15. فالمفروض اللاعبين اللي هيطلعوا تم اختيارهم، وطبعا هنا جوده على راسهم، والجهاز الفني المفروض بيطلع اثنين مدربين مرافقين مع البعثه بالاضافه الى رئيس الوفد. تمام. فطبعا الاتحاد بيستعرض، لان احنا عندنا اكتر من مدرب في قطاع الناشئين، في من ضمنهم طبعا الكابتن هشام اسماعيل على مستوى البنات 19 سنه، في الكابتن شريف ضياء في مستوى البنين 19 سنه، في الكابتن اشرف عباس في الاشبال تحت 15 سنه. فبمراجعه النتائج في البطوله اللي فاتت وفي التصنيف بتاع الاتحاد الدولي والافريقي، وجدنا ان اقل مرحله سنيه هيبقى فيها مشكله هي البنات تحت 19 سنه. نظرا لان المنافسه فيها هتبقى مصريه صميمه وخالصه. يعني السنه اللي فاتت مصر اخذت في هذه البطوله المركز اول ثاني ثالث رابع، ما كانش في اي منافسه مع الدول المشاركه. بعكس البنين تحت 19 وتحت 15 كانت منافسه قويه جدا مع نيجيريا، وهي المنافس الاول لمصر على مستوى افريقيا، بيجي بعدها تونس والجزائر. فالنهارده البطوله دي، اذا البطوله دي اهميتها انها غير انها بطوله افريقيا، هي المؤهله لبطوله العالم. تمام. واحنا يهمنا كاتحاد مصري في هذه البطوله انه يحصل على اكبر عدد من الميداليات الذهبيه والتاهل لبطوله العالم في اكبر عدد من المنافسات. تمام. البنات 19 سنه بنسبه كبيره ان شاء الله يعني متاهلين من قبل ما يروحوا. حتى هنا جوده نفسها مؤهله مش بس في الفرق، مؤهله في الفردي نظرا لانها ضمن الثلاث لاعبات الاوائل في التصنيف العالمي تحت 19 سنه. حلو. المنافسه هتبقى في البنين 19 و15، فالاتحاد مش عايز انه في الاخر يروح ويبقى تركيزه كله على المنافسه اللي هو هيكسبها باذن الله بدون صعوبه في الحاجات الثانيه اللي هتحتاج. يعني الاتحاد ضامن الفوز في المنافسه اللي تحت 19 سنه على مستوى البنات. تمام. المنافسه مصريه. إيه؟ عشان كده ما عندوش مشكله ان هنا ما تسافرش. لا، هنا طبعا على العين وعلى الراس، والمفروض انها مسافره. لكن هي النهارده انا بتكلم في الجهاز الفني دلوقتي. تمام. فالنهارده هل هسافر مدير فني للناشئات وهوصل لان في الدور قبل النهائي بالشكل اللي حصل السنه اللي فاتت وبالتصنيف وبالوضع الطبيعي، اربعه مصريات موجودين، ومش بس كلهم، مش هقول لك كلهم منتخب مصر بس، انديه مختلفه، كلهم في النادي الاهلي، كلهم بيدربهم نفس المدرب. حلو. يبقى اذا هو مش هيقدر يقف لحد فيهم. هيبقى اذا انا النهارده بعمل اهدار مال عام ان انا النهارده بسفر مدرب. ايوه. بنسبه كبيره مش هحتاج له ان هو يقف مع حد، لان كلهم بناته، كلهم بيدربهم. مش هيقدر يقف مع دي ولا مع دي ولا مع دي، هيبقى بيتفرج. فهنا صممت ان المدرب يسافر. مش صممت، يعني هو ان احنا الكلام ده اتاخد من قبل ما يحصل كلام مع اي حد من اللاعبين. يعني هو الاتحاد حط فرضيات منطقيه ووصل لكده. هنا المشكله عندها مش مساله اللاعب او المدرب او غيره. انا متصور فعلا هنا دلوقتي طبعا عندها تخطيط على اكتر من مرحله. اكيد. الناشئات هي ضمنه اللعب في بطوله العالم للناشئات طبقا لتصنيفها. حلو. وطبقا لمستواها. هي النهارده تركيزها الكبير دلوقتي على الاولمبياد، لانها مهم جدا انها ترتقي بالتصنيف علشان التاهيل الاولمبي، وما بعد التاهيل عشان القرعه في الاولمبياد تبقى حاجه تقدر تعمل من خلالها انجاز واعجاز كبير نتمناه كلنا ليها. فالنهارده هي مشاركه دلوقتي في نيجيريا، بتخلص نيجيريا. تمام. هتطلع على كرواتيا، هتلعب بطوله زغرب الدوليه. هتخلص زغرب هيكون لسه هتكون بطوله افريقيا بدات، يعني هتيجي من الدار للنار، طبعا تعب جسماني وبدني ونفسي. طيب. يعني فانا فتره بتصور ان هي المشكله الرئيسيه عندها انا ضغط المباريات والكم، وزائد ان المنافسه بنسبه كبيره زي ما قلنا محسومه لمصر.
فحتى هي بعتت خطاب رسمي للاتحاد لم تذكر فيه تماما اي شيء عن المدرب. تمام. هي بتقول انها نظرا لانها متاهله بشكل تلقائي للتصنيف فهي بتقترح ان هي بتقترح تعتذر عن المشاركه عشان تدي الفرصه للاعبات المصريات الاخريات للتاهل والانضمام ليها في بطوله العالم نظرا لان هي اصبحت مؤهله بنسبه 100% ومفيش اي مشكله بالنسبه لها. يعني هو اقتراح من هنا جود، اقتراح ان هي ما تروحش تشارك عشان في تحديات، عشان هي مضغوطه عصبيا في كذا بطوله وهتخلص، يعني احنا هنبدا افريقيا وهتكون هي لسه ما خلصتش في زغرب. ده المبرر بتاع هنا يا فندم. طب هل يعني مفيش اي مشكله خالص ما بين هنا والاتحاد؟ لا 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 خالص مفيش اي مشكله. وهنا طب هل حصل تواصل مع هنا النهارده مثلا او امبارح خلال الساعات الاخيره ومع والدتها بالتحديد ولا لا؟ لا لا الاتحاد. احنا اخر حاجه كان جالنا بس الطلب اللي من والدتها بخصوص الاعتذار عن المشاركه للمباريات التي ذكرت. فالاتحاد لما نظر في الموضوع وجد انه في شيء من المنطقيه ان النهارده برضو قد يكون ان اللاعبات الاخريات يبقى في تركيز على ان هم حد من عندهم يتاهل مع هنا. فبالتالي احنا ان شاء الله النهارده ما عندناش معضله في ان يحصل المشاركه ببقيه فريق الناشئات. تمام. وفي نفس الوقت هنركز على فريق البنين لانه مهم جدا ان احنا نتاهل في كل المراحل السنيه وفي نفس الوقت مفيش اي مشكله خالص مع هنا. بالظبط مفيش اي مشكله والعلاقه جيده. لا لا بالتاكيد مفيش اي ازمه. والكابتن هشام اسماعيل هو احد المدربين، ومع الكابتن هشام اسماعيل اللي احنا بنفخر بيهم. كلام كويس. لان هو معتمد كمحاضر مع الاتحاد الدولي. طب ده امر ايجابي وده توضيح مهم جدا من حضرتك. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد الصالحي رئيس الاتحاد الافريقي للتنس الطاوله وعضو الاتحاد المصري. بالمناسبه يا جماعه عشان اقفل الموضوع، هنا جوده تواصلنا اليوم في اكتر من مره مع والده هنا جوده، طبعا نجمتنا العالميه اللي احنا كلنا بنحبها وفخورين بيها بكل تاكيد وموهبتها. والدة هنا جودة رفضت تماما الإدلاء بأي تصريح حتى لو بشكل ودي في التليفون أو حتى أن هي تعلق على أي حاجة ليها علاقة بالكلام اللي بيصار على الساحة خلال الساعات القليلة جدا الماضية. رفضت تماما التعليق أو الإدلاء بأي تصريح. اهلا بحضراتكم من جديد. فقره مهمه جدا من بلاس 90 النهارده بيشرفني وينورني فيها صديقي العزيز بازوكا صانع المحتوى واليوتيوبر المعروف جدا واللي سافر مع الاهلي في المغرب في اي حته واللي كان وشه حلو كمان بالتحديد في الرحله الاخيره. بازوكا منورني. نورك حبيبي يا امير. يلا عامل ايه؟ كله جميل الحمد كله لله. كله كويس؟ باين عليا. طب انا لحد دلوقتي لسه ما خرجتش من اجواء الماتش. طبعا. ليه بقى؟ اللي كان هناك ده قصه ثانيه. اصل احنا كنا 1000 ضد كتير بقى. كتير جدا. 70,000. اكيد ماتش ليه مذاق خاص بالنسبه لكم. بطوله بص كل اي حد مش انا اي حد من اللي كان سافرين في السفريه دي يعني لو انت تعرف حد اساله هتلاقيه لحد دلوقتي هو لسه في حاجات في دماغه. لان في حاجات طبعا كواليس وحاجات كتيره جدا عشناها هناك. انا عايز بقى الكواليس دي بقى. احنا معانا النهارده فيديوهات يا جماعه مهمه جدا هنعرضها لحضراتكم وتشوفوا كواليس جديده، فيديوهات ما انتشرتش خالص في اي حته، يعني بازوكا نفسه هو اللي عاملها يعني، فتعرفوا كواليس مهمه. فخلينا نبتدي بدايه الرحله. انت اصلا سافرت امتى؟ انا سافرت لا قبل الماتش بثلاث اربع ايام. كان ليه بثلاث اربع ايام؟ تتفسح يعني كده؟ لا 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 نحضر للاجواء. بتحضر؟ طبعا اصل في تمرين قبلها. عايز احضر التمرين. اصل احنا كلنا يعني اللي طالعين عندهم ثقه كبيره جدا ان احنا ان شاء الله هناخد البطوله. والله عايز اشوف. كنتوا مسافرين واثقين؟ لا ما انا قلت لك فاكر في الحلقه اللي طلعنا فيها قلت لك هو الاهلي في حاجه ايجابيه بنتفائل بيها. طول ما احنا ما بنعملش نتيجه ايجابيه في القاهره بنروح في العوده. يعني حصلت في الصفاقسي صح، وحصلت في الترجي، وحصلت اهي دلوقتي مع الوداد. فلما رحت وشفت في التدريبات لقيت لا اللعيبه يعني الاحساس مشترك بين الكل، يعني مفيش واحد ما كانش مصدق ان احنا. طبعا ماتش صعب وكل حاجه عشان الناس بس ما تاخدهاش ان ايه ان احنا بنتكلم ان احنا كده كده رايحين ناخد البطوله. اعرضوا لنا يا جماعه الفيديوهات على طول انزلوا بيها على طول. اتفضل. احنا حتى في الفيديوهات يعني الناس حتى الجمهور اللي راح ده يعني بعيدا عننا لازم ياخد حقه بجد طبعا. يعني الناس دي مركزه في كل حاجه. يعني انا واحنا داخلين التمرين بتاع الاهلي اتوزع علينا صفافير. صفافير دي لقطات اهي قدامنا قدامنا من تدريب النادي الاهلي اللي هو الرئيسي. ولا ده التدريب الاول ولا الرئيسي؟ لا ده اول تدريب ليهم. وفي بعدها التدريب الاخير اللي هو قبل الماتش، بس ده كان مقفول طبعا شويه. ما كانش مسموح قوي انه حد يدخل او كده. فاحنا لما رحنا بقول لك كان في يعني بنصفر زي جمهور الوداد. يعني لو الفيديوهات كانت بصوت مثلا كنت هتشوف كلنا معانا صفافير وكلنا بنصفر بنعود اللعيبه
والله على اللي هيحصل. ما احنا ده في التمرين. اه طبعا لو بصوت يا جماعه يا ريت نعرض الصوت لو في يعني في فيديو فيهم. هو طبعا هنا برضو احنا بندي تحيه لكل لعيب لوحده. يعني مسكناهم واحد واحد بقى من اول مصطفى شوبير بالتلات حراس لحد محمد شريف راس الحربة. ففي تحيه لكل لعيب. يعني هتلاقي هنا كل شويه لعيب بيجي اهو بيسقف قفشه اهو. فكل واحد واخد تحيه. وبعد كده بقى قلبنا التمرين كله ضغط بقى. ضغط يعني على اللعيبه. ضغط على اللعيبه. انت بقى صفافير ما بنقفش لحد ما يعني في ناس صوتها راح اصلا في التدريب الاولاني من الجمهور اللي راح. وهو ده اللي حصل في الماتش طول الوقت. على طول صفافير مرعبه يعني. وانتوا كنتوا مركزين على كده حتى حسين الشحات كمان اهو مركزين على كده عشان تهيئوا اللعيبه نفسيا للاجواء اللي هيتعرضوا ليها في الماتش. بالظبط. احنا عارفين ان احنا من اول ما هنيجي نشجع واول ما الكوره هتبقى مع الاهلي لو فاكر الماتش مفيش ثانيه عدت والكوره مع الاهلي غير ما كل 60 او 70 الف كلهم بيصفروا. فكنا بنحاول يعني طبعا اهو بس صفافير كله بيصفر. انتوا جايبينها ازاي الصفافير دي؟ ما هو لا صحابنا دول كله حتى اللي مش معاه هو بيصفر ببقه. يعني انتوا مسافرين باستراتيجيه معينه. طبعا مش لمجرد السفر لدعم الفرقه وتشجيعها. ما هو بص في سفريات كده وفي ماتشات مش محتاجه اللي هو يعني ايه محتاجه جمهور مؤثر بجد. يعني عايز اقول لك احنا في بين الشوطين وقبل الماتش الجمهور بيننا وبين بعض احنا بنتكلم احنا لازم الواحد مننا النهارده يبقى بألف. بألف واحد لان احنا لينا دور زي ما اللعيبه ليها دور زي ما المدرب ليه دور. الجمهور ده بيفرق صح كتير. صح يعني عايز اقول لك لعيبه الاهلي لو في كاميرا التلفزيون جايبه بين الشوطين احنا اديناهم تحيه واحنا طالعين خسرانين والله لان احنا بنوصل لهم ان احنا مصدقين ان انتوا في شوط تاني هترجعوا وهتعملوا حاجه. حتى اللعيبه كان رد فعلهم ايجابي على ده. يعني في قالوا لنا شجعوا تاني زودوا علوا مش عارفه ايه استنوا هنجيب يعني اللعيبه نفسها طمنتنا برضو. ده الكلام اللي كان قبل الماتش بقى كله بالتمرين اللي قبل الماتش بكل التفاصيل دي. بالظبط. لكن هو الجميل ان فعلا يا جماعه ان يكون الجمهور عارف المطلوب منه ايه وبيأديه على اكمل وجه. وبصراحه فعلا شفنا جمهور النادي الاهلي في الماتش ده كان فعال جدا وليه دور كبير جدا في المباراه. حتى اثناء المباراه بالهدف ولحظه الهدف كان في مثلا شمروخ ايه فتح. انا مش عايز اتكلم على الشماريخ احنا لا كان في كتير يعني. كتير لا انا بتكلم قبل ما الهدف يجي يعني لحظه والهدف بيحرزه محمد عبد المنعم كان في شمروخ يعني خلاص لا حتى دي كانت متقسمه يعني احنا كان معانا قالوا في الدخله بعد كده قلنا ايه لا ما مش كله علشان لسه في لحظات حلوه جايه يعني احنا مقسمين حتى والله حتى بين الشوطين قالوا طب هنبدا بشماريخ علشان نفوق اللعيبه وان احنا موجودين وكده. فلا يا جماعه بالراحه شويه مش كله عشان ان شاء الله لسه في جون وان شاء الله نحتفل بعد الماتش يبقى معانا برضه فاهم قصدي. فلا كانت ده امر. طب خلينا نروح للقطات اللي قبل المباراه بقى ودخول الجماهير للاستاد. هل واجهتوا اي صعوبات اصلا وانتوا داخلين؟ يعني السنه اللي فاتت كان في مشاكل والسنه دي برضو. بص هي في لقطه طبعا في ماتش الذهاب لما حدفوا الازايز على بعض وكده يعني كان جمهور المغرب يعني بيردها لنا عادي ازايز وحاجات ازايز ميه يعني عادي بس بيحصل. طبعا في النص هو مش مقبول بس بيحصل مش مقبول وفي تصرفات طبعا انت لما يكون في العدد كبير يعني ده بص احنا ماشيين اهو مع بعض متحركين داخلين على الملعب في فيديو تاني هتلاقي بقى خلاص احنا وانت داخل على الملعب جمهور الوداد لازق فيك خلاص انتوا هتتقابلوا في حته فطبعا في بقى اهو يعني بص شوف احنا بينا مفيش بس التامين المغربي كان ممتاز ممتاز لدرجه ان انا لما دخلت الاستاد لقيت كل التحيه طبعا مفيش اللي فاصل ما بيننا الامن والله يعني شمالنا سور يمنا جمهور الوداد على بعد 10 كراسي بالعرض فانا مش مصدق اول ما بدانا قلت يا جماعه ازاي عاملين كده يعني قلقت خطر طبعا خطر يعني اصل في تصرفات مش بتمثل جمهور الوداد او جمهور الاهلي في تصرفات فرديه يعني احنا معانا واحد في واحنا داخلين كده خد طوبه اتعور واحنا حتى عملنا تمثيليه على الحوار ده والله يعني سيبناه عشان نهدي الجمهور الناحيه الثانيه فقلنا له لا خليك نايم في الارض كانك مغمى عليك او تعبان وطلبنا اسعاف وكبرنا الموضوع علشان يحسوا انه في حاجه خطر في مشكله فبدا الامن يتعامل بقوه اكتر مع جمهور الوداد اللي هو لا ده كان في اي لحظه في الماتش واحنا داخلين ده وانتوا داخلين اصلا قبل اللي هو الممر اللي احنا ماشيين فيه عشان ندخل الاستاد لان انت في عند البوابه كده كده خلاص هتقابل جمهور الوداد فكان يعني الدنيا كانت صعبه بس جميله يعني طبعا اكيد وذكريات يعني فظيعه بكل تاكيد يعني لكن في كل الاحوال خلينا نخش بقى على الماتش وبدايه المباراه حاجه
ما شفتوش حاجه. احنا ما شفنا، انا مش بمعنى. فاكر اي، لا يعني فعلا من كتر التشجيع واعتقد حتى الناس كلها، احنا ما والله العظيم انا معايا ناس اقسم بالله الماتش خلص ومش عارفين مين اللي جايب الجون. لا بجد؟ لا لا، احنا كان في يعني لو كان في كاميرا محطوطه علينا. بس شفت الجون؟ انا شفت الجون. ايوه ده مهم قوي، عشان في ناس تقول في ناس مش شافتش، في ناس كتير بجد ما شافتش الجون. يعني من الملعب عشان بيشجعوا. تمام ماشي. كان تشجيع ما في ناس والله بقول لك ما تعرف مين اللي جاب الجون. كان في واحد معانا قاعد ياسر ابراهيم، وقاعد قلت له يا عم ده عبد المنعم اللي جاب الجون ده في اخر دقيقتين في الماتش مثلا. لا والله والله. فهو احنا كنا، وبعدين كانت هي اللحظه دي من بدايه الجون احنا بقى يعني خلاص، احنا ما خلاص مش ما احنا يعني انتوا 60,000 وانتوا طبعا القوه الاكبر في الملعب. فمن اللحظه دي بقى ركبتوا الماتش خلاص بقى، ما حدش شايف بقى. طب بس قبل الجون وقبل بدايه المباراه كان في الدخلات بتاعه الوداد والدخله بتاعه الاهلي، احكي لي بقى القصه لان يعني في كلام كتير جدا عن الدخلتين. بص الدخله دي ما ولا هتلاقي إيه حد هيكلمك فيها. قول لي بقى، هم عرفوا جمهور الاهلي عرفوا الدخله بتاعه الوداد. هتسالني بقى تقول لي ازاي؟ ازاي ما انا عارف مفيش ازاي دي ما بتتجاوبش، مالهاش اجابه. يعني حتى عارف لو صاحب اللي عنده المعلومه عمره ما هيقولها. حلو، لكن المعلومه وصلت. وصلت وكنتوا متاكدين منها. هم بس كده متاكدين 100%. تمام. ايا كان بقى مش هينفع تعمل دخله كونتر بترد عليهم بيها بالظبط. وانت ما هيبقى شكلك وحش قوي. صح. فهم عارفين الدخله وعاملين الدخله المضاده بتاع، فبرضه الحاجات دي بسيطه. نفكر الناس بالدخله كانت عباره عن ايه؟ قول. الشيطان الاجنحه يعني. تعالوا نشوفها يا جماعه. كان اللي هم كاتبينها ان هو تقص لك جناحاتك، فهو لا الجناحات موجوده اهي قدام حضرتك. دي الدخله بتاعتهم جميله. دي الدخله هي بصراحه شكلها حلو بصراحه، تحفه يعني. لكن التفاصيل اللي فيها كانت مهمه. المسج اللي كانت مكتوبه بالظبط هو الرد كان على المسج دي اهو. ايوه اهو. عندما يوسوس لك الشيطان اعطيك الجحيم مكافاه. امتى لحقتوا تجهزوا الدخله دي؟ امتى عرفتوا المعلومه وامتى جهزتوها؟ انا اكذب عليك لو قلت لك ان انا كنت عارف. انا لحد اخر لحظه يعني اتفاجئت قبل يعني، وهم بيطلعوا الدخله بتاعتهم عرفت ساعتها ان احنا عاملين دخله. حتى الدخله تفاصيلها ما كنتش اعرفها. وكله بيبقى واقف ورا، حتى المسج والكلام اللي مكتوب ده يعني بعد الماتش ما خلص عرفته. انت عارف الموضوع ده لسه عامل جدل هناك شويه في طبعا. احنا الجمهور بتاع الوداد كان يعني حتى بعد الماتش كان في ناس مستنيانا بسبب اللقطه دي اللي هو ايه. بس الاهم ان الحمد لله الامور خرجت بشكل ايجابي جدا، سواء على مستوى دخول الاستاد من البدايه. لا لا الامن انا بقول لك مرعب. الامن كان بصراحه ممتاز. انا بقول لك انت يعني ما فيش حاجه اسمها ماتش بالقوه دي ومش اللي فاصل بينك وبينه مش سور. ما فيش واحد اتحرك يعني. انا بالنسبه لي يعني الامن المغربي مش طبيعي يعني ان هو، وايه الثقه اللي جايبينها دي انه مش هيحصل مشاكل، وفعلا نجحوا في ده بشكل ممتاز يعني. اكيد. طيب خلال شعب جميل قوي. انا برضو في شعب حاجه جميل جداً. انا عايز اقول لك جداً. برضو على حاجه قبل ما نروح، الشعب المغربي جميل قوي لدرجه ان هم متعصبين جدا في الكوره. ايوه. وبعد الماتش حاجه تانية يعني مش طايقينك. أيوة. برضو انت خدت بس ايه يعني، هقول لك كان في واحد مثلا من الوداد مراهنا ان هو يكسب، قابلنا صدفه قلنا له هنكسب، طب خد رقمك هات رقمك مش عارف ايه بتاع، بعد ما قال لنا هعزمكم. فاحنا الحاجات دي ما بتركزش فيها عادي، اللي هو الكلام الايه عزومه المراكبيه. ففي مثلا خمسه سته عملوا معانا كده. تاني يوم الصبح كلهم خمسه سته عزومات عندنا نروح، وعشان يطمنك انه مش هيحصل حوار او جمهور ومناوشات. مامتهم كلمتنا وابوهم كلمنا وقال لنا هيجي اخدكم من تحت البيت والله العظيم. دي حاجه جميله جدا. شعب كريم ومحترم طبعا. الشعب المغربي جميل. لا 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 جمال جدا جدا الشعب المغربي. بغض النظر طبعا بقى عن المنافسه، ده طبيعي بيبقى في منافسه طبيعي، كل واحد بيشجع فريقه، لكن خارج الملعب هم بصراحه شعب رائع وجميل يعني. لكن اثناء اللقاء، هل بعد الهدف اللي استقبله النادي الاهلي حسيته بايه؟ حسيته بنوع من انواع الياس مثلا؟ لا انا هقول لك على احساسي الشخصي، واعتقد معظم الناس كانت كده. مشكلتي ما كانتش في الجول خالص. امال ال 10 دقايق اللي بعد الجول. يعني هل الوداد هيركب في الماتش ولا الاهلي هيلم الدنيا؟ يعني انا قلت لو الشوط الاول خلص 1-0 تمام، الشوط الثاني تمام خلاص هنبدا بقى ايه اللعيبه مركزه، وبرده الشماريخ اللي هم ولعوها ووقفت الماتش دي ساعدت. دي لحظه كل الجمهور بتاع الاهلي اللي كان موجود يعني حس ان اللحظه دي لحظه الاهلي هيرجع بعدها. جت يعني ايجابيه في صالح. جت ايجابيه لان اللعيبه كانت متعصبه قوي.
يعني في كذا لقطه لحسين الشحات ومحمد هاني ومش فاكر مين كمان يعني كنت شايف كده بسيط بس لموا بعض اللعيبه واتكلموا بالظبط فده كان مهم جدا انا حتى حسين الشحات فاكر كنا بنقول لو برجل واحده ما يخرجش طبعا الماتش ده بقى يعني مارسيل كولر بغض النظر ان هو شخصيته يعني قويه جدا ان هو يعمل حاجه زي دي حسين الشحات لا كان في الماتش ده متعصب قوي يعني كان سهل في اي لقطه يطرد فعلا مظبوط يعني بعيدا عن ادائه الفني انت محتاجه او مش محتاجه يقدر او ما يقدرش انا شايف اللقطه بتاعت الحكم دي كانت صعبه جدا انا دي حتى ما شفت يعني شفناها هي كانت واضحه بقى بالنسبه لنا احنا متابعين من التلفزيون يعني كانت لقطه صعبه فيها عصبيه زائده من حسين الشحات بس ده ناتج عن الغيره والخوف على الفرقه لكن كانت ممكن تكلف حسين حسين ده نمره طبعا حسين لعيب كبير جدا لا حتى بره يعني انا كنت عارف كان في وقت بيقولوا على حسين الشحات اوفر وبتاع لقطه ومش عارف ايه لا مش كان في ناس لا بتكلم كان في ناس بتقول كده لو لما تشوف بقى حسين في الحقيقه انت ما يعني هو كده هو كده هو مشجع قبل طبعًا. ما يكون لعيب تتوقع يجدد مشجع. الاهلي ولا لا ان شاء الله يجدد حسين ان شاء الله انا مش عارف برضو في حاجات بنسمع ارقام غريبه ما خلي بالك انت لما واحد زي حسين الشحات بامكانياته دي وباللي عمله السنه دي بصراحه بكل الفنيات اللي عنده طبيعي انه يجي له عروض لما كمان يكون عقده بيخلص مع الاهلي لكن تاخد توقعنا هيكمل هيجدد انا بقول كده ان شاء الله هيجدد الموضوع متعطل عبد المنعم بقى لا عبد المنعم قاعد طبعا انا قاعد بس هيجي له عروض بقى طبيعي. غريبه بس لحد دلوقتي مفيش عرض رسمي حتى لو انت تابعتنا في الانترو احنا اتكلمنا على كل التفاصيل مفيش اي عرض رسمي لمحمد عبد المنعم او غيره هو بس حمدي الوحيد الرسمي وخلاص نسبه كبيره ماشي من النادي الاهلي طيب لحظه الهدف بقى لحظه الهدف بقى مش هينفع نعرضها ليه مش هينفع نعرضها دي بقى لحظه ما احنا اصلا في عشوائيه يعني لما جه الجول ما حدش فاهم هو بيعمل ايه يعني احنا كنا اللي قاعد ورا بيطلع قدام واللي قدام بيرجعوا لنا ورا كجمهور الاهلي كله بيجري في اي حته هو مش ما فكانت لحظه ما هدف الدقيقه 78 في وقت صعب جدا بس كان ممكن يكون خلاص الياس بيتسرب لبعض من جماهير النادي الاهلي والجماهير المصريه بسبب النتيجه والبطوله بتروح عشان كده الفرحه كانت كبيره بالنسبه لكم لما الهدف هو الفرحه كانت كبيره بسبب ان هو الماتش مش هيجي فيه جول غير كده يعني الاهلي مش هيجيب غير كده يعني انا حتى بين الشوطين في واحد صاحبي كنا بنتكلم بقول له هو الاهلي محتاج في الشوط الثاني ده كله ثلاث كورنرات ورا بعض ثلاث فاولات زي اللي دخل فينا الجول الاولاني على الحدود بالظبط لان الماتش باين ان هو بدني اقوى من اي حاجه ثانيه فانت حتى مش هتعرف تنقل الكوره براحتك غير لو بتلعب لورا يعني لكن قدام في ضغط رهيب وقوه والماتش كله التحامات وفي خبط كتير فانت هي الحاجات بقى الصغيره دي كورنرات بقى مين يسبق وكده الصوره دي بقى بتاعت اللعيبه لما لمت نفسها قبل الجون ولما كان في شماريخ بقى من جماهير الوداد غطت الملعب والحكم يعني وقف المباراه نقول لهم شكرا برضو ان هم وقفوا لنا الماتش لان ده ادى فرصه لعيبه النادي الاهلي ان هم يركزوا اكتر يتكلموا مع بعض ياخدوا نفسهم يفكروا ازاي يعوضوا هنا موجود محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وكهربا وحمدي فتحي واعتقد اللي قدامهم ده علي معلول بالمناسبه واضحه يعني او مش واضحه قوي بس انا خدت بالي من الرقم بتاع الشورت تحت ايوه بالظبط في اثنين في اثنين وجنبيها واحد مش باينه قوي لكن في كل الاحوال يوم تاريخي طيب في بعض اللقاءات انت عملتها صح؟ يعني ناس كده مع الجماهير المغربيه تعالوا نشوفها ناس كده جميله تعالوا نشوفها يلا بينا اهلا وسهلا تمام هنكسب يا سيدي ان شاء الله ان شاء الله رجاوي ها انا رجاوي هنكسب ان شاء الله اهلي ان شاء الله اهلي والزمالك طب اهلي والزمالك ايه يا عم احنا اهلي بس يا عم نعاودوا الفيديو نعاودوا الفيديو تعالى كده تعالى كده حبيب قلبي اديني واحده من حته مدحت شلبي انا صوتي رايح ما فيش مدحت شلبي ودادي ودادي بس مبروك عليكم انت اهلي حبيب قلبي مبروك عليكم مبروك عليكم لك والله ان شاء الله بحول ان شاء الله بحول يا حبيب قلبي ها ما فيش كاس بتخرج من الدرب ده خلاص ما بقدرش انا على بطولات ولا على مش عارف ايه الفينال والكاس في الدار البيضاء مش في المغرب الدرب ده بالذات ما فيش كاس بتخرج من الدرب ان شاء الله الكاس هيخرج وهيوصل بتاكسي وهيروح يا باشا القاهره يا باشا عندك تعليق انت على اخر فيديو لا هو اللي انا بقول انا الراجل ده كان عليه عزومه قال لنا لو كسبته هنعزمكم بس طبعا مش هتلاقيه بقى احنا خلاص احنا اصلا بعد الماتش اي حاجه تحصل احنا خدنا البطوله واللعيبه نفس الكلام طبعا احنا اللعيبه احنا فضلنا سهرانين معانا الفيديوهات دي في في فيديوهات
مع بعض من لاعبي النادي الاهلي. ده الساعه 4 الفجر مثلا ولا والله احنا ايه بقى الكواليس ايه اللي حصل؟ مش موجودين مش معانا؟ طب احكي لنا. معانا إيه؟ والله بس مش مشكله. نعم طب شوفوا يعني لو موجودين دوروا كويس، لو موجودين اوكي، مش موجودين في فيديوهات لحسين طبعا وعبد المنعم وهاني وياسر ومروان عطيه الشباب كلها كانت يعني بعد الماتش انا اتفاجئت بعد ما روحت لقيتهم بيكلموني طب يلا احنا هننزل والله هننزل نحتفل. طبعا انا متاكد ان حسين الشحات هو السبب يعني من غير ما اعرف. هو حسين لا اهلاوي كبير. حسين أهلاوي كبير. انا بقول لك مشجع بجد مش اكيد ده امر معروف. طيب قعدت قد ايه هناك بعد الماتش ولا رجعت على طول؟ لا لا قعدت برده 3 4 ايام كده. طب ماشي قبل الماتش عرفنا قعدت، بعد الماتش يعني سياحه مثلا ولا كان برده سياحه؟ لا هم هناك يعني طنجه دي حاجه مش طبيعيه يعني. لا البلد جميله قوي يعني لازم تلف كده ورحنا ماتش المنتخب برده في مراكش كان بعدها 3 ايام كان يوم عيد ميلاد محمد صلاح. ايوه طبعا فاللعيبه حتى انا ما لحقتش الكاس كنا عايزين نتصور بيه بس كانوا راجعين رجعوا على طول خدوا الطياره والتانيين راحوا مراكش عشان ماتش المنتخب. سطلانة ايه اللي حصل؟ سطلانة دي بقى انا يعني عشان عايز بيها انا بس سطلانة دي عايز اخدها بس لحته تانية خالص بقى. ايه بقى؟ حته ان في ناس بتتكلم على النادي الاهلي والنادي الاهلي عقود الرعايه والقيمه التسويقيه ومش عارف ايه، انا عارف انه موضوع بعيد خالص بس النادي الاهلي يعني في حاجات كده. معلق اللي هو خليل البلوشي اتكلم قال لك انا قبل التاسعة بتوقيت الاهلي حاجه وبعدها حاجه ثانيه. حصل قال كده فعلا. فدي قيمه النادي الاهلي. عصام الشوالي طبعا هو مش محتاج شهره ولكن أكيد. القضيه ممكن تشوف قعدت قد ايه ده في ناس فتحت براندات بسببها صح. وبيشتغلوا بسببها. سطلانه يعني اغنيه كانت موجوده مش ما يعني ما انا والله ما كنت اعرفها ولا انا والله ولا اعرفها وانا حتى بعدها عرفت من الناس كانت متابعه الاغنيه انها كانت جايبه رقم ضئيل جدا يعني على اليوتيوب النهارده جمهور الرجاء بيغنيها فدي قيمه برضو النادي الاهلي يعني مدحت شلبي معلق اهو بقى له مثلا كام كابتن مدحت شلبي بقى له 20 سنه ما شاء الله معاها من ايام بيبو وبشير صح. عايشه بقى لها 20 سنه فدي برضو النادي الاهلي يعني مش عايزه ندخل في تفاصيل قوي بس النادي الاهلي لما بتعمل حاجه وبتعلق شوف ايه اللي بيحصل اكيد فدي قيمه النادي الاهلي. مبروك عليك البطوله الله يبارك فيك. الله يبارك ومبروك لمصر طبعا بكل تاكيد والاحتفالات مستمره على الصعيد الجماهيري لكن ونشكر معلش كابتن اطهر الطاهر برضو عشان الناس اللي بتقعد تقول ليه اصل دي لو ما كانتش جت يا جماعه ما الكوره كلها كل ده وارد في الكوره ده اللي بيحصل في كل الكوره صح يعني وبعدين حارس سان داونز هو اللي صد الكوره برضو يعني هو انا اصلا شاكك الماتش ده ان سان داونز يعني الجون اللي دخل فيهم الحارس بيرقص في السكس يارد والتاني عامل بينالتي ما يعملهاش يعني ده واحد ما يعملهاش عيل صغير داخل برجله في بق التاني وخد بنالتي يعني المهم بطوله جديده اضيفت لمصر على الصعيد القاري للنادي الاهلي وجماهيره اللي بنبارك لهم للمره المليون بكل تاكيد وهي بطوله غاليه وليها مذاق خاص عند جماهير النادي الاهلي والنهارده كان معانا بازوكا كمان بيحكي لنا بعض الكواليس بفيديوهات مهمه. يا بازوكا نورتنا وشرفتنا. نورك حبيبي ربنا يخليك يا امير. بشكرك بشكرك شكرا جزيلا. بعد الفاصل هينورني ويشرفني الاستاذ احمد جلال الاستاذ محمد مراد وكواليس اخرى جديده في بعض الملفات اللي بتتعلق بالكره المصريه الاتحاد المصري منتخب مصر اهلي زمالك مختلف الانديه بعد الفاصل استنوني يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد فقره اخرى من بلس 90 النهارده بينورني ويشرفني صديقي العزيز الاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي الكبير. يا مراد ازيك وحمد لله على السلامه. حبيبي امير وسعيد اني موجود معاك الله يسلمك وكنت مفتقدك الاسبوع اللي فات. احنا مفتقدينك وحشنا كتير ووشك حلو على المنتخب. الحمد لله والله بص يا امير يعني ربنا ما بيضيعش مجهود حد بيتعب طبعا مش مجامله لفيتوريا ولا للجهاز اللي معاه. بص يا امير يعني يومهم كالتالي يعني بيبقوا الساعه 9 موجودين في اتحاد الكوره يوميا يعني من الاحد للخميس من الساعه 9 يقعدوا لغايه الساعه 3 ونص 4 لو هيروحوا الفندق الخاص بيهم يتغدوا ولا حاجه وبعد كده يطلعوا على الماتشات بيرجعوا الفندق الساعه 11 12 بالليل بعد الماتشات وبيوزعوا بعض على الماتشات فبالتالي المجهود اللي بيتبذل وتخش عليهم في اي وقت يا امير تلاقيهم شغالين زي عندنا مثلا تخش تقعد تعمل اجتماع مثلا 4 ساعات تشتغل ساعه وثلاث ساعات قاعد تحكي وتهزر وبتاع فربنا ما بيضيعش جهاز بتاع شغل ومنظمين كل واحد عارف كويس. امير بيعمل ايه مراد بيعمل ايه كذا بيعمل ايه كل واحد معاه الحته بتاعته محدش بيتدخل في حته تاني مكملين بعض معاهم الحقيقه يعني كابتن ايمن عبد العزيز الحقيقه يعني يعني ناس المفروض تديله شغله تديله حقه الراجل قايم بشغل كبير جدا ومجهود كبير جدا وعلاقته حلوه جدا بالجهاز الفني الاجنبي حد من الناس اللعيبه يعني كان لعيب كبير جدا وحد مدرب كويس جدا وعلاقته حلوه باللعيبه
والفتره اللي فاتت طلعت اشاعه ان هو بينتقد لعيبه الاهلي او فرحه لعيبه الاهلي، مش حاجه من دي حصلت خالص. قصدك على الكابتن ايمن عبد العزيز بمنتهى الوضوح؟ ولا اي حاجه خالص. الكابتن ايمن حتى دخل كذا مداخله وانا قاعد جنبه يعني الحقيقه، بيتكلم قال لك طبعا يا جماعه لو هنتكلم جد لا طبعا النادي الاهلي ممثل مصري، فبعيد عن الهزار طبعا اتمنى له كل التوفيق واتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق، ودي حاجه في الاخر لصالح مصر وصالح منتخب مصر. انا هو الراجل دلوقتي مدرب منتخب مصر فبيتكلم، فما فيش اي حاجه خالص. ولا بتشوف ان تصريحاته اتحرفت يعني ولا انا اصلا بصراحه والله انا ما سمعتهاش. هو الراجل بيتكلم في حته ان لعيبه الاهلي اللي موجوده في المنتخب يعني بيقول الله يكون في عونها جايه من ماتش صعب ومجهود كبير جدا، وماتش 90 دقيقه صعب وقبلها باسبوع ب 90 دقيقه، فبرضه كان يعني هم جايين وكانوا يعني طبعا بيبصوا لزملائهم اللي في القاهره والافراح اللي في القاهره بسبب تتويج النادي الاهلي، فبرضه الحاجات دي كانت يعني بعذرهم. فلكن طبعا لعيبه كبار وكانوا وجودهم في المنتخب مهم، وبيحكي الظروف الخاصه بماتش غينيا، وان الماتش احنا يعني بعد 48 ساعه يبقى عندك ماتش غينيا. فكان بيتكلم في الحاجات دي، لكن ما اتكلمش باي اساءه خالص على النادي الاهلي ولا لعيبه النادي الاهلي. هو اللي انتشر ان هو قال ان المنتخب تاثر بعد عدم تركيز لعيبه الاهلي واحتفالاتهم بعد الفوز. ولا قال من دي خالص. انا سامع المداخله يعني سمعت المداخله كذا، ولا قال اي حاجه من دي خالص. هو كل اللي بيقوله زي ما بقول لك ان اللعيبه الله يكون في عونها يعني برضه يعني شايفين زملائهم في القاهره بيحتفلوا مكان، فالحاجات دي وجايين من ماتش 90 دقيقه صعب جدا. فجايين طبعا الحاجات دي يعني اللي هو بيقول لك انا لو لعيب كوره كان نفسي ابقى موجود مع لعيبه النادي الاهلي في القاهره والاحتفالات الكبيره بالتتويج. يعني تصريحات طبيعيه متزنه ما فيهاش اي مشكله جداً، وبيتكلم طول المكالمه لعيبه الاهلي لعيبه كبيره وكل التوفيق للنادي الاهلي، وان هو سعيد بفوز النادي الاهلي وتتويجه باللقب رقم 11. فانت عندك السوشيال بسم الله ما شاء الله بيعلوا على بعض. ده انا يعني مثلا حد من الاعلاميين بكلمه بقول له بينتقد الكابتن ايمن، بقول له طب انت سمعت قال ايه؟ قال لا والله انا شايف الفيسبوك بيهاجم فهاجمت معاهم خالص. ما دي جزئيه بتبقى مهمه، لازم طبعا التحقق من اي تصريح ده امر بيبقى مهم، ودايما يا جماعه لازم نكون مركزين مع مصلحه او المصالح العامه لمنتخب مصر، لان ده صاحب الاولويه الاولى بالنسبه لنا كلنا كجماهير بمختلف انتماءاتنا. يعني ده امر مهم، وان شاء الله المنتخب يكون في افضل حال دايما. لكن انا عاجبني في فيتوريا تحس ان هو خلاص اندمج سريع مع المنتخب، بقى له 8 شهور او 9 شهور تقريبا تمام. فاندمج بشكل سريع جدا مع المصريين حتى في كواليس حياته داخل مصر. اعتقد بيروح مش عارف ياكل كشري وياكل سمك وبيقعد في اماكن يعني فيها جماهير وكلام من ده، ودي حاجه ايجابيه. بص يا امير برضو من الحاجات انا بقول لك كل دقيقتين بيجي له عرض والله بجد. والله يعني فيتوريا كل شويه بيجي له عرض، عروض كبيره. تقدر تقول لي مين ابرز يعني العرض؟ كان في عرض من فتره كان من ضمن الثلاثه مرشحين لقياده المنتخب البرتغالي، وده اتذكر في كذا والله واتذكر في كذا موقع وكذا جورنال برتغالي. كان في عرض برازيلي من احد الانديه لانديه الدوري البرازيلي، ويقال ان المبلغ وصل لحوالي 4 مليون دولار في السنه. طب بياخد في مصر كام؟ لا والله مش فاكر الرقم، بس اعتقد 200 الف دولار حاجه في الحدود دي. فهو جاي له ضعف اللي بياخده في مع منتخب مصر. وجاي له عروض من السعوديه الفتره اللي فاتت، بس انا بقول لك الراجل متمسك بان هو يبقى موجود في المنتخب وسعيد بوجوده في مصر، وقال كذا يعني كذا 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 يعني ذكر الموضوع ده كذا مره في المؤتمرات الصحفيه، قال لك انا سعيد بوجودي في مصر ومرتاح مع منتخب مصر ومرتاح مع لعيبه منتخب مصر. وعلى طول يا امير يقول لك لعيبه منتخب مصر يعني العقليه بتاعتهم عقليه رائعه جدا. يعني سوء تنظيم بس، وان اللعيبه يعني في بعض الاخطاء هنا في الكره المصريه هي مأثره عليهم، زي العروض الماديه الكبيره اللي بياخدوها بتخلي اللعيب خلاص لو يقول لك انا شبعت كوره مش عايز كوره انا معايا فلوس خلاص. فبيقول لك في بعض الحاجات السلبيات في الدوري المصري لو اللعيب يعرف يتلافاها هتلاقي عندكم اكتر من لعيب زي صلاح وزي النني وزي والله. والله دي حاجه يعني كويس. هو بيتكلم يعني بيقول لك اللعيبه عندكم في مصر ما تقلش عن عقليات اللعيبه الكبار جدا في اوروبا والبرتغال تحديدا يعني. طب دي حاجه بيقول لك ان هم عقليه اللاعب المصري قريبه من عقليه اللاعب البرتغالي، فعنده مميزات كتير جدا جدا، بيستوعب التدريبات والخطط بشكل كبير جدا. فدي حاجه كويسه ان يعني هو بيتكلم يعني هو مبسوط مجمل ان هو مبسوط ان هو موجود في مصر مع حسن الاداره والتنظيم الفتره اللي جايه ان شاء الله هتلاقي حاجه طيب. كويسه. عايز اتكلم معاك بالظبط او بالتحديد يعني على لعيب المنتخب. لا اولا كان في اكتر من مشهد جيد جدا ومليء بالفرحه، سواء احتفالات لعيب النادي الاهلي بعد الفوز على غينيا كمان، فكانوا بيحتفلوا لسه احتفالاتهم مستمره بدوري ابطال افريقيا، الاحتفال بعيد ميلاد محمد صلاح،
ففي البعض فسر الاحتفالات دي بان في مبالغه شويه، في عدم التزام داخل المنتخب، في عدم تنظيم. تعليقك ايه وانت كنت موجود معاهم يعني؟ بص يا امير، هو الناس من اول ما انت بتلعب، انت لما لعبت بلجيكا قال لك ليه انت بتلعب بلجيكا اللي انت لسه منتخب مش جاهز، ده لسه ثالث ماتش للراجل، كنت استنى شويه وتلعب. لما جيت لعبت النيجر وليبيريا في اول معسكر انتقدوك، طب بتلعب ماتش قوي ما بتلعبش ماتش قوي ليه؟ فانت كده كده مش هترضي كل الناس. صح. لكن اللي حصل في المعسكر احتفال للعيب ثالث افضل لعيب في العالم طبعا محمد صلاح، طبعا من اللعيبه اللي يعني بيحظى وحب بحب واحترام وثقه وتقدير جوه المنتخب بشكل كبير جدا. اللعيبه كلها يعني على يعني تلاقي بعد العشاء مثلا او بعد الغداء بيبقى في تجمع مثلا لعيبه فتره، مع تلاقي اللعيبه كلها قاعده مع صلاح. كابتن صلاح، كابتن يعني اللعيبه الجداد كلهم اول ما بييجوا تلاقي تيشرتات، ياخدوا من تيشرتات من صلاح، توقيع صلاح. فانت تحتفل بعيد ميلاد لعيب زي صلاح فدي حاجه مش قليله. ده يستحق ويستحق اكتر من كده. حته ان انت تفوز على غانا يا امير، منتخب قوي مش منتخب ضعيف زي ما الناس بتتكلم. منتخب جيد جدا، منتخب بيضم انت بتشوف حتى تشكيل اللعيبه كلها، نبي كيتا طبعا، كيتا ليفربول، وعندك لعيبه كتير اندرلخت، وعندك اكتر من لعيب موجود في الدوري الاوروبي والدوريات الاوروبيه ومحققين نجاحات، فلعيبه كبيره ومنتخب قوي. انت لو كنت خسرته كنت هتدخل نفسك في مشاكل وازمات، تقعد تستنى بقى ماتش اثيوبيا والتصنيف بتاعك هيتضرر. فانت انت احتفلت على قد الماتش وعلى قد التاهل، ما احتفلتش مثلا الاحتفالات ما خدتش اكتر من 10 دقايق او 5 دقايق بعد بعد العشاء. واللعيبه خلي بالك ان الموسم طويل، ان انت اللعيبه المحترفين جايين من دورياتهم، فانت شهر 6 او معسكر 6 ده امير بالنسبه للمنتخبات او مديرين فنيين المنتخبات بيبقى اسوء تجمع. طبعا اللعيبه جايه خلصانه، عندك الدوري المصري طبعا مضغوط بقاله 10 سنين، فانت ما عندكش راحه، فدي برضو الحاجات دي كلها بتاثر عليك. ففي حته ان اللعيبه بتحتفل بعيد ميلاد صلاح ده حاجه قليله قوي. كهربا وصلاح، شو يعني تشوف حاله الحب بين اللعيبه بالظبط، الروح اللي موجوده في المنتخب حاله حب بجد، مش حاله حب ده مطلوب جدا مثلا. يعني الناس كلها صلاح يعني مش عايز اقول معبود اللعيبه هناك فعلا، وقيمه وقامه كبيره جدا. لا بجد والله هو يستاهل، يعني هو لعيب ملتزم ومحترم وكابتن وقائد بمعنى الكلمه، يعني زي ما قلت لك حتى لاي لعيب جديد هو بيجي هو اللي بيستقبله، واللعيبه كلها اهلي وزمالك واي نادي موجود، ما فيش حاجه بقى جوه اسمها نادي، تلاقي زيزو قاعد والله انت يعني حتى في صور في التجمع اول ما لاعبي الزمالك كانوا بيباركوا الاهلي وحسين الشحات بيهزر مع مصطفى محمد ومش عارف ابو جبل بيهزر مع مين وفتوح بيهزر مع مين وصلاح بيهزر مع كهربا وكهربا بيهزر مع فتلاقي الدنيا جوه المعسكر ما فيش اي حاجه بقى اسمها ده لعيبه الاهلي والزمالك اعداء او في اختلاف او في فتنه. فالحقيقه شايف ان الفرحه فرحه طبيعيه. بقول لك يا مراد، هو كان في فتره من فترات في مشاكل ما بين لعيب الاهلي والزمالك في المنتخب، يعني حصلت يعني ايام كوبر، يعني كان ايام كوبر كان في بعض يعني شلاليه كده، مش لكن ما كانتش فتنه وفي يعني كانت بتحصل بعض، لكن الاهم دلوقتي المرحله دي ما فيش الكلام يعني من كذا سنه يعني ايام كوبر، بس ايام كان فيها لعيبه كبار من الاهلي والزمالك كانوا موجودين، فتحس ان كان في يعني ايه نوع من كل واحد واخد جنب يعني. كل واحد واخد جنب زي لكن انا بشوف المعسكرات على طول والله موجود. شناوي بيهزر مع عواد لو كان موجود المعسكر اللي فات، زيزو والشناوي الاعداد برضو كلها تلاقي محمد الشناوي واحمد الشناوي وزيزو ومش عارف وكوكا وصلاح وتريزيجيه والنين، تلاقي لعيبه الاهلي وزمالك كلهم قاعدين مع بعض، مفيش اي حاجه دي خالص. خلينا نروح لملف تاني والكلام اللي على قفشه بخصوص ان في خطاب او استفسار وصل من الاتحاد الدولي بخصوص احتفال قفشه في احدى مباريات الدوري مع النادي الاهلي، اللي الناس قالت ان هو احتفال هتلر وكلام من ده. فهل فعلا وصل خطاب او استفسار للاتحاد المصري؟ بص انا قبل ماتش الوداد الاولاني باسبوع فعلا وصل خطاب لاتحاد الكوره بموضوع قفشه، لكن اتحاد الكوره فضل ان هو ما يبعتش الجواب للنادي الاهلي لحين انتهاء الماتشين حرصا على مصلحه اللاعب، وان النادي الاهلي يبقى مركز في موضوع الماتش. كان طبعا يعني كان فاضل ايام على النهائي الاولاني الماتش الذهاب. اتحاد الكوره طبعا حول الموضوع للاهلي بعد ماتش الوداد، بعد ماتش الوداد بايام، خلاص الموضوع بدا يتعرف. فراح محاول اتحاد الكره حول الجواب للنادي الاهلي. بص يا امير، هو الموضوع ان يقال ان في شكوى راحت للفيفا عن طريق احد الاشخاص، بس مش متاكد من المعلومه قوي. احد
الاشخاص الصور والفيديوهات اللي عملها منين؟ طب يعني مش متاكد. طب المعلومه اللي عندك ان احد الاشخاص، بس ما اعرفش مين الشخص. ما تعرفش مين الشخص؟ ان في حد شخص مصري يعني، هو اللي اشتكى وقدم شكوى للفيفا، قدم الصور والفيديوهات اللي عملها أفشة في الماتش. وبعد كده الفيفا بعت خطاب، الخطاب يعني متضمن بعض النقاط. اول حاجه التحقيق مع اللاعب، ليه عمل كده، قاصد ولا مش قاصد. لكن اللي هيحصل في واقعتين، واقعة لاعب يوناني، ايوه، وده اتشطب عمل الحركه ده، بس كان قاصد، كان قاصد. الاهلي هيعتمد على ايه يا امير؟ او هيرتكز على واقعة حارس مرمى نادي كريستال بالاس الانجليزي. حارس مرمى كريستال عمل نفس الحركه، لكن النادي بتاعه طلع بعد جواب للفيفا بطبق اول حاجه بالاعتذار، وده الخطوات اللي الاهلي يعملها، ان هو يعتذر، هيعتذر عن حركه اللاعب، هياكد ان اللاعب مش قاصد حاجه زي دي خالص، او ما عندوش معلومه بحاجه زي دي خالص. هياكد ان هو هيوعي اللاعب بعد كده، وبعت او هيبعت فيديوهات ان اللاعب كان قاصد بالحركه دي، بيشاور لوالده، متضمنه الصور، متضمنه الفيديو الخاص بواقعه قفشه مع والده، والفيديوهات اللي بعد الماتش وقبل الماتش. انا باكد لك ان بعد الحاجات دي كلها الموضوع خلاص مش هيحصل حاجة، مش هيحصل عقوبه على اللاعب ان شاء الله. والاهلي هيبعت يعني زي خطاب اعتذار الاول، ونقول ان هو اللاعب ما عندوش اي لكن معقوله حد مصري بعت للفيفا كده على انا معلومه اتقالت لي بعدين، بس مش متاكد منها 100%. لكن ايا بص يا امير، اول حاجه ان انا اكد لك ان في يعني في الفيفا اصلا في دول العالم ليهم مكاتب موجوده في كل دول العالم. يعني مكتب تابع للفيفا هنا، بيبعت له كل كبيره وصغيره ان اي حاجه تحصل في الدوري المصري، تحصل حاجه تابعه للاتحاد الافريقي الكاف، فده امر طبيعي. فممكن يكون الموضوع طالع من عندهم، او الحاجات دي طالعه من عندهم. تمام، لكن مش هيحصل اي حاجه. الاهلي يعني بصدد خلاص ان هو بيجهز الجواب ده، وهيعتمد على الواقعه بتاع حارس نادي كريستال بالاس الانجليزي في 2019 اللي تحول التحقيق مع الاتحاد الانجليزي وقتها، واكد المعلومات ان هو مش قاصد، والنادي اكد في بيان رسمي بعدها ان هو اللاعب بيعتذر والنادي بيعتذر، وما عندوش اي معلومه عن الحركه دي، او ايه يعني ما كانش قاصد. هو طبعا ما عندوش اي معلومه. لا هو مش قاصد، ده كان قفش طلع قال لك الخوف من اللي جاي، خلي بالك، مش من اللي بعده، من وقال لك ان الخوف مش اللي جاي، الخوف على اللي بعد كده، على اللي بعد كده. هو النهارده على فكره نزلها على الانستجرام، كانت لقطة لذيذة جدا منه، هو شخص طيب وغلبان جدا يعني. ويقال الحاجات دي ممكن تترفق مع والله، ويقال يعني سمعت حاجة زي كده يعني. لكن في الآخر، في الأول وفي الآخر، أنا بقول لك يعني إن شاء الله الموضوع ما فيهوش أي أزمة، ما فيهوش أي مشكلة، وإن شاء الله يبقى موجود. ولازم الحاجات دي في خلال 3 شهور يتبعت، في 3 شهور، خلال 3 شهور. تمام، ده امر مهم. خلينا نروح لفاصل. احمد جلال لكن انضم لينا دلوقتي. يا استاذ احمد ازيك؟ انا معتذر والله يا استاذ، ما ينفعش الكلام ده، انا حقك عليا. المواصلات المواصلات والمعلومات، وما ادراك ما المواصلات. بقول لك مراد قبل الفاصل قال على موضوع قفشه، وان في حد مصري هو اللي بعت الخطاب للفيفا مدعوم بصور وفيديوهات من احتفال قفشه. رايك ايه؟ مين الحد ده؟ عندك معلومه؟ انت ما قلتش ان حد ده زملكاوي يعني؟ لا، ما اعرفش اسمه والله خالص. لا لا، هو حد زملكاوي اللي بعت بلغه ايقاف قفشه، بلغه بلغه ايقاف قفشه. هو عايز يوقف قفشه، يعني هو في دماغه ان هو مسنطر هدفه ان قفشه يتوقف، فهو مسنطر دماغه مثلا زي في ناس مسنطره دماغها على كهرباء، فكل الوقت ان هو موضوع كهرباء، فتسمع تلات ارباع الكلام ما بيتنفسش منه 1/10، باستثناء ان ايقاف خلاص، ايقاف كهرباء حصل، باستثناء ان الغرامه على اللاعب كلها لغايه ان نادي افيج البرتغالي ده يشوف وضعه ايه، لكن في ناس مسخره حياتها كلها على موضوع كهرباء، ففي ناس بدات تتكلم في قصه قفشه، فموضوع قفشه حد زملكاوي مش الزمالك، في فرق بين حد زملكاوي طبعا والزمالك طبعا، او حد مسؤول في الزمالك. لا هو مش مسؤول في الزمالك، ما قلناش كده، هو مش مسؤول خلاص. لكن هي دي القصه. تلقفتها بقى، هل منطقي بعض المنظمات تضرر للاعب وهو عارف وعنده يقين انه ما يقصدش حاجه زي كده يعني؟ لا ده مش مشكله، المهم ان هو يعني هو في ناس، اصل انا دايما بقول يا جماعه الجمله دي بكررها كتير، في ناس ما بتحبش الاهلي على قد ما بتكره الزمالك، في ناس ما بتحبش الزمالك على قد ما بتكره الاهلي، فالنموذج ده من الناس اللي بتكره الاهلي
لمجرد كراهيته للاهلي مش عشان بيحب الزمالك. لان الزمالك مش طرف في الموضوع اصلا للاسف الشديد. اخد بال حضرتك للاسف كمان بعض المنظمات طبعا ايه انت عارف قصه بقى اول ما تسمع كلمه نزيه اوبا طبعا الدنيا بتقوم منظمات بقى اللي شغاله في القصه دي فالفيفا استفسر تمام الموضوع بمنتهى البساطه يعني لو جبت الشاره هتلاقي شاره النزيه ليها طريقه وقفش كان بيحيي ابوه بعد هدف طلع الجيش بطريقه ثانيه بس يعني ايه يعني بنحب نكبر 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 وفي الاخر بعد الكيس ما يتملي هوا تلاقيه فرقع مفيش حاجه. انا قلتها قبل كده على فكره كنت تواصلت مع قفشة ساعه الموضوع ده وقال لي والله العظيم ما اعرفش مين هتلر ده اصلا. ما اعرفش هيعرف منين ممكن هتلر نجم كره اليد في نادي الزمالك ودي ممكن مثلا ده حاجه ثانيه يعني كابتن احمد هتلر طيب ده امر ديانج مراد في كلام على ان في غرامه على ديانج واحتمال يتوقف عشان حق رعايه لفرقه من الفرق اللي كان موجود فيها قبل ما انضم للنادي الاهلي ايه التفاصيل وهل فعلا في حاجه وصلت اتحاد الكوره المصري ولا لا؟ بص هو في شكوى يعني في قرار جه من المحكمه الرياضيه بخاص بموضوع ديانج لكن ما اعرفش وصل اتحاد الكوره ولا لا لكن في قرار من المحكمه الرياضيه بتغريم ديانج 240 الف دولار ده قرار رسمي 240 الف دولار بالاضافه ل 20 الف دولار اللي هي تكاليف واتعاب المحاماه يعني 260 الف دولار لازم يسددوا لوكيله هو وكيله بالمناسبه جزائري تمام للناس كانت بتتكلم ان هو انيس بوجلبان اللي جايبه الاهلي لا هو رشحه هو انيس فقط. رشحه بشكل ودي لكن مالوش اي علاقه بالوكاله خالص لكن الثاني ده وكيله ماضي معاه وماضي معاه حق رعايه هو وكيله الجزائري فخد قرار خلي بالك الموضوع ده من 3 سنين أصلاً. لسه القرار ده صادر يعني خلال من اسبوع تمام ان في ازمه بعد كده لازم القرار قرار واجب النفاذ مفيش اي حق مفيش ما بيديش حق لاي طرف سواء ديانج او للتاني ان هو يستكمل اجراءات او يلتمس على الحكم ده قرار واجب النفاذ زي موضوع الكهرباء كده تمام لو ما نفذش خلال 3 اسابيع من دلوقتي كانت المهله شهر فات منها اسبوع لو ديانج ما سددش خلال شهر 3 اسابيع من دلوقتي هيتوقف 6 شهور فدلوقتي الاهلي طبعا فمجبر ديانج انه يسدد الغرامه دلوقتي طبعا 240 الف دولار زائد 20 الف يعني 260 الف ده حق رعايه ده للوكيل ولا للوكيل وكيله جزائري اسمه كمان حق رعايه ده كده مستحقات كده مستحقات لا حق رعايه نسبه نسبة انتقال من مرضية لل تمام نسبة انتقال في حق لصالح الوكيل هو ماضي معاه حق ماضي معاه برضو حق وكالة ده هو وكيله تمام ده هو وكيله يعني مالوش علاقة خالص من 3 سنين والموضوع ده من 3 سنين او القضية دي من 3 سنين هو وكيله جزائري اسمه كمان حاجة بس مش فاكر هل في استئناف على الحكم ده؟ لا خلاص واجب النفاذ ان هو لازم يسدد اللي انا عارفه ان الاهلي بدأ ياخد خطوات دلوقتي ان هو يتواصل مع وكيل اليو ديانج عشان يحل يحاول يحل الازمه وان الراجل يتنازل ومقابل ان الاهلي يسدد الغرامه وتتخصم من مستحقات اليو ديانج لكن لو ما تسددتش خلال 3 اسابيع خلاص اجباري او قرار نهائي محكمه رياضيه ان هو يتوقف 6 شهور تمام وممنوع من ممارسه اي نشاط رياضي خالص طيب اكيد هتتحل الازمه في اعتقاد الشخص الموضوع مش قصه كبيره في الزمالك البعض بيقول ان ممكن يكون في صفقه قرن وانا يمكن اتكلمت في الحته دي وقلت ان بقالنا 5 سنين بنقول في نادي الزمالك هيبقى فيه صفقه قرن من ساعه توقيع عبد الله السعيد الشهير لنادي الزمالك معلوماتك ايه في موضوع صفقه القرن هو بعد عبد الله السعيد جت فعلا صفقتي قرن في الزمالك اللي هم فرجاني ساسي واشرف بن شرقي دول صفقتي قرن بالنسبه لنادي الزمالك بس ما توصفوش ساعتها بان هم صفقات قرن لكن من نتائج لا فرجاني كان معروف ان هو لعيب كبير طبعا يعني بن شرقي كانت الناس قالت ان هو مبطل لكن في النهايه الاثنين تكاملا مع طارق حامد مع ابو جبل مع محمود علاء مع المجموعه اللي كانت موجوده عملوا يعني موسمين رائعين سواء مع كارتيرون تقريبا واخدوا سوبر افريقي وخدوا الكونفدراليه مع جروس يعني كان في بطولات بصراحه في الفتره دي لكن الكلام دلوقتي بيتقال ايه؟ فتش في دفاترك القديمه من جديد مين؟ الناس بتتكلم في بن شرقي طيب بعد ما الناس اتكلمت بن شرقي انا حسيت امبارح ان في مش عايز اقول سكريبت بس اللي انا شفته ان 4 5 مقدمي برامج كله طالع يقول صفقه بوم صفقه قرن صفقه مدويه صفقه سوبر صفقه هترضي جماهير الزمالك في النهارده بدات تظهر بعض الامور قال لك في ناس كتيره دلوقتي بتتكلم في اشرف بن شرقي طيب والكلام بيتقال ان اشرف بن شرقي بدا الكلام يتقال بمنطق ايه اذا خلص نفسه من الجزيره الاماراتي طيب
ده ممكن وارد يحصل، تحط تحت كلمه اذا الف خط. طيب. لان الجزيره الاماراتي بالفعل تخلص من كل الاجانب اللي عنده الا اشرف بن شرقي. لا زال على قمه الفريق او قائمه الفريق، والمسؤولين في تمسك بيه يعني بانه مستمر في الفريق. تمام. مش فيش تنازل عنه. وان هو مستمر لموسمين اخرين، هو بالفعل موقع بدايه يعني هو كده قعد موسم واحد. طب اذا خرج بقى، هنا لكل حدث حديث. ادي اول حاجه طارق حامد. الناس بتتكلم طارق حامد هو اللي هيرجع، لا زال طارق حامد على ذمه نادي اتحاد جده. أيوة لحد السعودي. اذا فسخ التعاقد، اللجنه الفنيه بالفعل تواصلت، فن الزمالك تواصلت بالفعل مع طارق حامد، رغم ان مين اللي تواصل؟ اللجنه الفنيه في نادي الزمالك. تمام. رغم ان تصريحات رئيس النادي في وقت من الاوقات قال فيها يا جماعه لا طارق حامد جاي ولا مصطفى فتحي جاي، خلي عندكم كرامه. قال كده، ده فيديو، انا ما بقولش حاجه من عندي. طب ده رئيس الزمالك. هل بقى هنسمع بقى تصريحات وتنحى مفهوم كلمه الكرامه دي جانبا ونلاقي طارق حامد؟ المؤامره توقف برضو على ان اتحاد جده يفسخ تعاقده مع طارق حامد بالتراضي. عنده عروض؟ نعم عنده عروض، لكن من انديه اقل من اتحاد، من اربعه كبار. تمام. لكن عنده عروض، وعروض بمبالغ ضخمه هناك في السعوديه. بالظبط، السعوديه. اللجنه الفنيه في نادي الزمالك شايفه ان طارق حامد ممكن يتنازل عن بعض مطالبه ويقدموا له عرض مناسب. العرض المناسب اللي هو كام؟ اللي هو ما يتعادل ما بين 15 ل 20 مليون جنيه. من 15 ل 20؟ طبعا ده اقل من مليون دولار. طبعا. العرض اللي هيجي لطارق حامد من اي نادي في السعوديه درجه اقل هيتراوح ما بين 1.5 ل 2 مليون دولار. حلو. هنا بقى اذا كل ده افتراضات على اساس ايه؟ ان اتحاد جده يفسخ التعاقد. حتى الان هذا لم يحدث. في كانتي؟ في كانتي، لكن معلوماتي ان الكشف الطبي يعني حط محاذير على التعاقد مع كانتي. بس كشف طبي تاني وتالت بيتعمل لكانتي. ما هو لسه بقول لك لغايه دلوقتي لسه. لكن لغايه دلوقتي الامور مبهمه، لكن ما فيش حد قال ان طارق فسخ تعاقده. كل السيناريو ده مبني على ان ايه؟ طارق حامد يفسخ تعاقده بالتراضي مع اتحاد جده. اما فرجاني ساسي فانا اعتقد ان الكلام بعيد قوي، وفرجاني ساسي مكمل مع الدحيل القطري، خصوصا ان عقده اللي فات في نادي الزمالك كان بمبلغ ضخم حوالي 4.5 مليون يورو. ما هو اذا هنا هنروح لنفس السؤال، مين صفقه القرن اللي بيتقال عليه؟ ما هو ده عشان كده بقول لك انا فرقت لك الورق كله. مفيش. وحسيت ان الناس كلها بتروح يمين وبتروح شمال، وحتى الان الكلام الحقيقي هو بن شرقي طارق حامد. بن شرقي طارق حامد. هل طارق حامد هيبقى صفقه قرن؟ من الناحيه الشعبيه والجماهيريه طبعا. هي صفقة كلمة الفنية. صفقة القرن دي بقت بتطلق على أي صفقة؟ مش قصدي تقليل أبدا أبدا والله من إمكانيات طارق حامد، لا ده جامد جدا، لعيب جامد جدا شعبية وجماهيرية. لكن لما بنتكلم على صفقة، معلش يعني دي فرصة أقول لك، احنا بنتكلم على صفقات قرن هنا في مصر، يبقى مثلا لعيب في الأهلي رايح الزمالك، لعيب في الزمالك رايح الأهلي، رمضان صبحي مثلا من بيراميدز رايح الزمالك، مش حاجة تعمل بوم جامد. طب البوم لكن ده ما يكونش لعيب سابق عادي. البوم ده ما هو يعني وعودة واحد من الاثنين او لعودة الاثنين هتبقى حاجة شعبيا وجماهيريا. تمام. وفنيا كويس طبعا. لكن كلمة البوم هنا كل ده اللي بنتكلم فيه بيقف عند محدد واحد. الفلوس. هل في فلوس؟ عشان نتكلم في طارق حامد بن شرقي لوحدهم انت بتتكلم في 50 مليون جنيه. في؟ لا مفيش. مفيش. طيب هل ممكن تكون حتى الان يعني مفيش؟ ماشي، ممكن تكون صفقه القرن مثلا في نادي الزمالك، انا بسالك سؤال بس لازم اساله لك وانا مش مقتنع بيه لان انا عارف انه مش هيحصل، بس لازم اساله لك، ممكن يكون حسين الشحات زي ما بيتقال على السوشيال ميديا الزملكاويه النهارده؟ بص، حسين الشحات الزمالك او احد المقربين من الزمالك تفاوض مع حسين الشحات او احد المقربين حسين الشحات وتم عرض عليه مبلغ مالي كبير. اي ايه؟ وتم العرض عليه مبلغ مالي كبير فعلا. فعلا؟ وبعدين؟ لكن المعلومه اللي عندي ان حسين يعني هيكمل في الاهلي يا بره، يا بنسبه 80% بره. لا لا استنى، بنسبه 80% بره. بنسبه 80% بره. بره مصر. بره مصر. انا فاهم. بره أنا فاهم. مصر. يعني الاهلي يا بره مصر، يعني دي رغبه. يعني انت شايف نسبه تجديد عقد حسين الشحات او تجديد عقده مع النادي الاهلي 20% فقط؟ لغايه دلوقتي ان العرض اللي انا المعلومه اللي عندي ان العرض المالي موقوف عند 15 مليون جنيه. والاختلاف في نسبه المشاركه. طيب اقول لك انا معلش، ممكن اقول لك انا المعلومه اللي عندي العرض بتاع او حسين طلب من النادي الاهلي 15 مليون. تمام. الاهلي وافق. تمام. الغاء نسبه المشاركه. الاهلي وافق. اعتقد لسه ما وافقش. لا الاهلي وافق. تمام. انا بديك معلومه. الحاجه الثالثه والاخيره ان الاهلي هو المنتظر حسين دلوقتي يجي يوقع على العقد.
طيب وعشان باشا اقفل كلامي اللي انا اكدت عليه في الاول، ان نسب بالنسبه لي انا وطبقا لمعلوماتي نسب تجديد حسين الشحات مع النادي الاهلي اعلى، مش بكتير بس اعلى من نسب رحيل. بس بص ده. انا حسين لا خلاف او لا جدال عليه ان هو من افضل لاعيبه في الدوري المصري في الفتره الاخيره، طبعاً وبيأدي بمستوى ثابت ورائع جدا، والدليل ان هو موجود في منتخب مصر، وحقيقه من اللعيبه اللي بيحظى يعني فيتوريا حاط عليه امال الفتره اللي جايه، وان شاء الله يعني شايف ان هو من مكاسب الدوري المصري مؤخرا. انا بقول لك حسين الشحات جاي له عرض او عروض ثلاث اضعاف اللي هياخده في النادي الاهلي، جاي له 2 مليون دولار من ام صلاح للقطر، يعني ثلاث اضعاف اللي هياخده من النادي الاهلي. فطبيعي او تلقائي مع احترامي طبعا النادي الاهلي نادي الزمالك، اللعيب في الاول في الاخر برضو يعني انت لما هياخد 2 مليون دولار يعني حوالي 70 مليون جنيه. بس في كيس بتاعت حسين الشحات، حسين الشحات ساب قد ايه ملايين في العين عشان يجي الاهلي مثلا؟ بص يا امير، ده ممكن برضو لو هرجع واقول لك ساعه رمضان صبحي ده مشي وساب الاهلي، ما هو برضو المقابل المادي كان هياخد كام في الاهلي وهياخد كام في بيراميدز. اللعيب برضو في الاول في الاخر بيدور على مصلحته زي ما النادي بيدور على مصلحته. اكيد طبعا، يعني النادي لو مش شايف ان في مصلحه من رمضان ما كانش هيجدد او ما كانش هيطلب ان هو يجدد. هو الناس بتتكلم بشكل يعني عملي قوي، يعني كارتيرون كلم حسين الشحات قال له انا عندي معسكر في تركيا، جهز نفسك وتعالى وهتاخد 2 مليون دولار. احد الانديه السعوديه تفاوض مع حسين الشحات وقال له احنا عرضنا وصل ل 1.5 مليون دولار. حسين الشحات زي ما قال امير وتفضل مشكورا، هو فعلا عايز يكمل في النادي الاهلي، والعرض اللي كان ب 15 مليون ده قبل ما الدولار يعلى. ايوه قلت الكلام ده برضه، قلت ان حسين مشكلته دلوقتي يا جماعه في فارق العمله. ايوه بالظبط، يعني هو قال لهم يا جماعه، قال لهم احنا كنا اتفقنا على 15 مليون بس كان ساعتها الدولار بكام. عشان كده بقى امير الناس عشان برضه الناس تبقى عارفه ليه مفاوضات الاهلي مع حسين الشحات اتاخرت. الناس بتقول ايه الاهلي اتاخر ليه؟ الاهلي اتفاوض في شكل طبيعي ان هو قبل يناير، لكن حسين هو اللي اجل المفاوضات او ارجل المفاوضات. 15 مليون في الوقت ده مناد يعني كان مليون دولار. تمام، بعد ما الدولار علي والقصه كلها حتى اقل نسبه المشاركه، فعلا كان في مشكله في نسبه المشاركه، بعد كده الاهلي وافق. لكن 15 مليون دولار يعني مليون دولار ب 15 مليون 15 مليون جنيه يعني كان مليون دولار في الوقت ده. 15 مليون جنيه يعني مليون دولار في التوقيت ده. من سنه بقى، من سنه لا مش من سنه، من قبل يناير اللي فات. كان قبل يناير، كان قبل يناير، كان 15 مليون. ايوه دولار ب 15 جنيه ده من سنه ونص. لا 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 مفيش كلام من انت. الايام بتجري بس. لكن هو قال بالنص حتى الناس دي مشكله كانت برضه اثر في تاخير التجديد. يا جماعه انا اتعورت ايام موسيماني بسبب نسبه المشاركه. اتقال كده بالنص في المفاوضات، انا اتعورت بسبب نسبه المشاركه. فمن هنا واتضرب مثل بوليد سليمان، اتضرب مثل بحسام عاشور، لان الاثنين لما جددوا بدون نسبه مشاركه. تمام، فالاهلي موافق، لكن في النهايه بقى الموقف هيرسى على ايه؟ يعني انا متفق معاك يا مراد ان يعني حسين الشحات اما يكمل في النادي الاهلي او ان هو ينتقل لاحد الناديين القطري او السعودي، ربما يكون في عرض اماراتي لكنه حتى الان ليس بجديه هذين، وخاصه عرض كارتيرون في نادي المصلحه. كده احنا الثلاثه متفقين على ان حسين الشحات مش هيلعب في حته في مصر غير النادي الاهلي، ده امر امر محسوب. تمام، لكن احنا مختلفين في نسب البقاء والرحيل. انا بقول نسب البقاء اكبر، مراد بيقول نسب الرحيل اكتر. على فكره على فكره لا، نسب البقاء والرحيل، لان لغايه دلوقتي شايف ان هو بقاء اقرب. اقرب، تمام، اتفضل يا مراد. الناس بتتكلم تقول ان في صفقه قرن في الزمالك. انا بقول لك يعني ممكن بعد فتره السنه الجايه ممكن تلاقي صفقه قرن من في الاهلي. ما هي دي معلومه انا كنت يعني مش عارف هقولها. طب نقولها وخلاص، قولها بس قولها يعني. المعلومه اللي موجوده عندنا يا جماعه، المعلومه اللي موجوده عندنا واعتقد دي هتبقى مفاجاه قويه جدا جدا، يعني ان افضل ظهير ايسر في مصر، افضل ظهير ايسر في مصر مصري، احمد فتوح. المعلومه اللي عندنا انه وقع للنادي الاهلي، ومش بس كده خد كمان فلوس. دي معلومه موجوده عندنا. طب كمل المعلومه بقى، قلناها لحضرتك، خليك كملها انت. وقع النادي الاهلي امتى؟ امتى الموسم مش اللي جاي اللي بعده مش كده؟ طبعا، ما هو الموسم بتاع الموسم الاخير ليه في عقده السنه الجايه. الموسم اللي بعد الجاي؟ لا اللي جاي ده اللي هيبتدي لسه. ايوه، عقده يخلص السنه الجايه باين. مع نهايه الموسم الجديد. تمام، طيب يعني هو هيبدا مع النادي الاهلي الموسم الجديد؟ لا. طيب ما انا بتكلم على كده. ايوه، يبقى هو وقع علشان
يرتدي القميص الاحمر بدءا من موسم 24 25 عشان الناس تبقى محدده. المعلومه دي تتفق معايا فيها ولا؟ والله من ساعه الازمه بتاعه احمد فتوح ايوه وهو يشعر بنوع من الغضاضه والمراره. لكن يعني اللي اعرفه ان احمد فتوح زملكاوي. احمد فتوح بيحب الزمالك جدا. دي حقيقة. احمد فتوح من احد الناس المخلصه لنادي الزمالك طبعا. لكن اذا حصل تغير في الناس اللي بيتعامل معاها ممكن جدا يكمل في نادي الزمالك. ممكن جدا حتى لو كان في مقدم تعاقد والاهلي مش هيتدخل ولا هيتكلم وهيتكرر نفس قصه شيكابالا من جديد. تمام كمل بقى مراد. بس عايز اقول ان في قناعه فنيه كبيره جدا جدا ومين ما اقتنعش باحمد فتوح في النادي الاهلي. كلهم مجمعين على امكانيات. اتفضل. انا ما قلتش اسماء بس انت اللي قلت. بس ايا كان احمد فتوح او اي لعيب تاني فتوح الحقيقه لعيب رائع جدا وظهر مستوى كويس مع منتخب مصر في امم افريقيا والحقيقه من لعيب كبير جدا جدا. لكن لولا الاصابات اللي حصلت الفتره اللي فاتت والازمات والمشاكل اللي كان في نادي الزمالك الفتره الاخيره كنت ممكن تشوف فتوح في حته ثانيه يعني احسن من اللي هو موجود فيها. لكن ان شاء الله الفتره الجايه وبدا يعني يرجع لمستواه وشفناه امبارح في وديه جنوب السودان مع منتخب مصر ظهر مستوى كويس وان شاء الله يعني مكسب للكره المصريه اكيد. وان شاء الله الفتره الجايه يعني يرجع لمستواه. لعيب رائع للامانه. تشتيته الفتره اللي فاتت هو اللي خلاه يعني طبعا محمد حمدي لعيب كويس جدا جدا طبعاً. جدا لكن تشتيت الراجل في الفتره اللي فاتت وابتعاده خلى الراجل فيتوريا يركز مع محمد حمدي واداله اخر ماتشين ثلاثه بشكل اساسي بالزبط. في المنتخب حتى في معسكر منهم ما كانش فتوح موجود كان مصاب اعتقد او كان بعيد او خارج الفورمه. لكن لما عودته الراجل برده كمل اللاعب الاساسي فضل اساسي. بالمناسبه يا جماعه مش معنى ان واحد وقع مثلا لاي نادي من الانديه ياما لعيبه في الزمالك وقعوا للاهلي وياما لعيبه في الاهلي وقعوا للزمالك وما لعبوش في الاخر وخد عقودهم وفلوسهم وبتاع وكلام من ده. لكن دي معلومه موجوده او اتقالت لنا من احد المصادر يعني قريبه جدا جدا واكدوا على الجزئيه اللي زي دي. لكن ربما ان في الاخر فتوح يكمل في نادي الزمالك. هو لعيب زملكاوي على فكره لكن في لغه الاحتراف دلوقتي مفيش لا اهلي ولا زمالك. ودينا شفنا تجارب كتير جدا. هو مراد معاه الشاره؟ معاه ايه؟ الشاره؟ شاره ايه؟ شاره الكابتن؟ اشمعنى؟ معاك شاره الكابتن؟ مع تريزيجيه. مع تريزيجيه. ليه تريزيجيه بقى؟ بص يعني هو المؤكد بس يا جماعه ان فتوح مطلوب في الاهلي عشان نقفل بس الحته دي. اتفضل يا مراد. بص هو تريزيجيه كان يعني في ثلاث او اربع اسماء كانوا هم بالاعداميه كانوا هم الكباتن. علي جبر وتريزيجي علي جبر كهربا وتريزيجي تمام. لكن مستر فيتوريا يعني شايف ان تريزيجي حاجه تكريم وتقدير ليه ان هو راجل موجود في المعسكرات خاصه بالمنتخب من اول 2013 لغايه دلوقتي. كهربا كان موجود في فتره من الفترات لكن بعد كاس العالم قعد فتره طويله اول ما ينضمش بعيد. علي جبر بقى نفس النظام برضو لما راح بقى شايف بعد كاس العالم برضو كان بيشارك على فترات ما كانش بيشارك بصوره رئيسيه. ففضل ان هو يبقى تريزيجيه هو الكابتن تكريما وتقديرا لتريزيجيه وشايف ان دي حاجه كويسه جدا. والحقيقه عز احمد واحنا في المعسكر جوه لما تريزيجيه خد الشاره كهربا يعني طول النهار والليل قاعدين هو وتريزيجيه مع بعض وعلي جبر مع بعض الثلاثه مع بعض. يعني موضوع عادي بسيط. موضوع عادي جدا وبسيط جدا والثلاثه يعني على علاقه. هل هيفضل تريزيجيه هو رقم اثنين بعد صلاح في الشاره ولا موضوع في يعني مثلا حسب راي بتوني لو صلاح مش موجود وعمر جابر مثلا موجود عمر جابر اعتقد رقم اثنين السوريه رقم ثلاثه. في النني في حجاز النني موجود وحجاز بس حجاز ربنا يشفيه. في سليه والسوريه انا بقول لك سليه وعمر جابر السوريه بقى الاول كمان دلوقتي. فانا بقول لك لو دول موجودين خلاص ففي لسه اسامي قبل تريزيجيه. لو دول مش موجودين خلاص تريزيجيه هو الكابتن. يعني الموضوع ملوش دعوه بكهرباء؟ لا خالص والله. يعني ايه بكهرباء؟ لا بس المعلومه اللي عندي ان هيبقى هيكون النني بعد صلاح وبعد كده تريزيجيه. لو حجاز لو الاسامي دي مش موجوده حجازي قاعده من صلاح فلما كابتن حسين بدري قال الشاره بالجداره فده لصلاح. طيب عشان عايز اختم حجاز رقم اثنين. حجاز رقم اثنين بعد صلاح. حجازي بعد صلاح تمام. فهو السؤال بس انت ليه عملت ده وهل هترجع للأدمية؟ خلي بالك لما خرج تريزيجيه في الدقيقه 76 مين اللي بقى كابتن؟ مين مش فاكر. علي جبر. علي جبر صح عشان كهربا مش موجود في الملعب. عشان لا هو محدد جهه الأدمية. هو محدد وزحمت كان علي جبر وكهربا وتريزيجيه الثلاثه دول كباتن الفريق. طيب عشان اختم فتريزيجيه خد الشاره يعني تقديرا لتريزيجيه ومشوار تريزيجيه مع المنتخب وان هو كله معسكر هو موجود والاستمراريه يعني مش عشان نبعد عن وجع الدماغ ان كهربا بقى كابتن منتخب مصر ظل الازمه اللي موجوده. انت شايف عشان كده؟ خالص لا الى حد كبير. انت شايف عشان كده؟ لا خالص ولا حد ولا الراجل ولا عنده معلومه ولا عنده حاجه من دي خالص. هو زي ما قلت لك هو تكريما وتقديرا يعني لمسيره تريزيجيه مع منتخب مصر. طيب
الكهرباء اخر مره كان موجود فيها مع المعسكر دلوقتي يا جماعه من 2018 يا جداره يا ادميه. ما دلوقتي انا بحط السيستم بتاعي جداره يبقى نقول واحد اثنين. بص اصل انت برضك مش جايب يا احمد, انت مش جايب واحد مثلا بقاله مثلا في فرق خمس سنين بينه وبين كهرباء. انا ما عنديش مشكله خالص, انا بقول لك هو فرق ماتشات. الفكره ان انت لا يعني فرق ماتشات. لا فرق ماتشات مش فرق مثلا سنتين او ثلاثه. لا فرق ثلاث اربع سنين. لا لا فرق قليل. لا في فرق دقائق كمان. فرق قليل في المشاركات. علي جبر وتريزيجيه في المشاركات. لا مش قصدي على دول بالتحديد, في بعض اللاعبين يعني فرق قليل مش فرق من حجازي والنني وصلاح دقايق. تمام. نفس الماتش على فكره مباراه مصر والنيجر اللي كسبناها 3-0. تمام عشان لازم اختم. دوري المحترفين هيتلعب ولا لا؟ ولا لا؟ المعلومه اللي عندي لغايه دلوقتي اتحاد الكره متمسك بقراره ان دوري المحترفين زي ما هو. استاذ احمد اتحاد الكره كان متمسك بقراره, فمجلس النواب في انقسام شديد. تمام. كفه بتميل للانديه اللي هي هتهبط ودي بيمثلها انديه محمود حسين ولجنه الشباب ومعاه طارق سعيد وطارق سيد لو كان رئيس النادي الاولمبي واصبح دلوقتي عضو مجلس النواب. والكفه الثانيه بيمثلها النائب احمد دياب واتحاد الكوره, واللي شايفه ان احنا متفقين ومضيين على اللائحه من الاول, فبالتالي ما تجيش بعد الموضوع ما خلص تقول لي لا ما طبقش ده. مين هينتصر؟ اذا لما يتم سحب الثقه من اتحاد الكره, اتحاد الكره هينتصر. بشكرك شكرا جزيلا, نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك. بشكرك كمان, شكرا جزيلا, نورتنا وشرفتنا. بشكر حضراتكم, دي كانت حلقتنا النهارده من لاست 90. بكره حلقه جديده, تصبحوا على الف خير.